صباح اليوم 15 تموز 2020 برحب فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا بلبنان وبكل أنحاء العالم. المعلومات المغلوطة عن الجلوتين بمش غلط مع بوب شعيا. ببيت بيوت المهندس عماد سالم رح يقلنا أي ستيل ديكار بيعكس شخصيتكم. محمد بشير بحاجة لمساعدتنا وتكافلنا بكلنا لبعض لنعرف أكثر عن إكس بودي وكيف فينا نحصل على جسم مثالي من خلال EMX Training مع كاتلين شقير. هنا ومنصة نعم لسرد قصص نجاح السيدات العربيات والإفريقيات المنجزات مع دكتورة نادية شعيب. تمارين خاصة لليدين بفيت بيت مع الكوتش مايا زيدان. مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس الكورونا بلبنان شو منعرف عن إجراءات الوقاية بسمع مني مع دكتورة جوستين سيسين. لنعرف أكثر عن مركز ناين للعافية النفسية الجسدية الروحية والتنمية الشخصية مع ريم عز الدين. المفاهيم الغلط للتغذية مع دكتورة ماجدالينا الرومي بيدي لايت. ضيف اليوم الممثل جان دكاش. لنعرف أكثر عن أي ليد مع رانيا حايك وتكملي لموضوع الفيديو برودكشن. أما آخر الأخبار وتحليلات الصحف مع زميل شادي خليفة والحدث مع زميلة نانسي السبع. الإنسان بطبيعته ما بيصدق إلا ما يشوف بعينه، ما بيتعلم إلا ما يغلط، وما بيستفيد من تجارب الغير إلا بعد ما يعيش تجربته الشخصية. هيدي طبيعتنا الإنسانية، كلنا منفكر إنه هالشي بيصير مع كل الناس بس ما بيصير معنا، بيصير بكل بلاد العالم بس مش ببلدنا. بلدنا اليوم إله حق علينا لأنه ما تعلمنا من تجارب التاريخ اللي صارت على أيامنا أو يلي درسناها بكتب التاريخ. بلدنا اليوم موجوع وعم نوجعه أكتر لأنه ما كنا مصدقين أنه ممكن نوصل لهون، ما كنا مصدقين أنه ممكن نعيش اللي عم نشهد عليه اليوم، لأنه اللي عم بيقلنا اليوم زرعوا تتاكلوا واللي عم بيقلنا زرعوا تما تموتوا من الجوع كان لازم نكون تعلمنا من يلي سبقنا وسبقناه وبلشنا من زمان نزرع. نزرع بعقلنا وقلبنا حب أكتر تنقبل بعضنا بكل الظروف. نزرع تسامح أكتر تما نقوس على بعضنا كل ما واحد عطى رأيه. نزرع وفا أكتر تما نضل مرتهنين ومفكرين مصالحنا بالخارج ومش مع بعضنا. كان لازم نسبقه ونزرع بمنطق أولادنا ولاء وحيد للوطن والأرض ومش للزعيم. نزرع عدل أكتر تما تنتلي الحبوس إلا من الفاسدين. كان لازم من زمان نبلش نزرع بس إيه رح نبلش بركي منلحق نحصد وطن معافى من السرقة والطمع والفساد. صباح الخير. أولى فقرات برنامجنا مثل العادة مع بوب شعيا بمش غلط. مرحبا. آخر فترة صرنا نسمع كتير عن الجلوتين لدرجة أنه البعض قال اختيار الأطعمة الخالية من الجلوتين بيساعد على الأكل الصحي وخسارة الوزن، وهيدي المعلومة أكيد غلط. فالأطعمة الخالية من الجلوتين منا أكتر صحية لجسم الإنسان إذا ما كنا منعاني من السيلياك ديزيز أو حساسية الجلوتين. فالجلوتين هو عبارة عن بروتين موجود بحبوب القمح وبس. أخصائي أو أخصائية التغذية هن المخولين أنه يوصفوا خطة للأكل خالية من الجلوتين. ولازم تعرفوا أنه إذا ما كنا منعاني من السيلياك ديزيز أو حساسية القمح وكنا عم نتجنب الجلوتين بأكلنا ممكن ما نحصل على الفيتامينات والألياف والمعادن يلي بيحتاجها جسمنا. وتذكروا أنه نظام الغذائي الخالي من الجلوتين منه نظام غذائي لنخسر وزن. ومش غلط قبل ما تقرروا تتجنبوا مجموعة طعام كاملة تستشيروا أخصائي أو أخصائية التغذية الخاصة فيكم، وتابعوني دايماً تتعرفوا الصح من الغلط. منتابع فقرات برنامجنا ومننتقل لبيت بيوت. ب
ببيت بيوت مثل العادة مع المهندس عماد سالم. اليوم موضوعنا بيعرفنا شوي على ذوقنا أكثر، على شخصيتنا أكثر بأنواع الديكار المختلفة، وطبعاً عم بحكي عن الديكار الداخلي. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير عماد. أهلا فيك ماجي. فعلاً يعني نحن بس نختار شيء هذا لأنه منحبه، صح. لأنه منميل لإله، لأنه بيعكس نحن شو منحب، صح؟ صحيح. هلأ نحن أنواع الديكور كثيرة بالعالم وبتتخطى ال 14 نوع ديكور. هلأ إذا سألت حيالله شخص اليوم أو حيالله مدام شو ستيل بيتك، رح تقلك يا ستيل يا مودرن، يا كلاسيك، صح. يا مودرن، مزبوط. نحن هلأ بهالمرحلة رح نعرفهم أكثر، يتعرفوا أكثر على ديتايات أكثر شو ستيل بيتك، إن كان قديم كلاسيك أو إن كان مودرن. نعم. هلأ بما أنه هن الأنواع كثيرة رح نجرب نقسمهم على حلقتين، رح نبلش بالستيل القديم اليوم وبحلقات تانية بنخبرهم عن ستيل المودرن. اللي ما في شك فيه انه الثقافة الأوروبية أثرت كثير على الحضارات إجمالا بمنطقتنا، صح. خصوصا على الديكور، والسبب بيرجع ل إذا بدك الملوك والعصور اللي قطعت، كان كل واحد بده يترك بصمته، وبنعرف انه كل الحضارات هي انطلقت أصلا من أوروبا، فأول شيء كانوا وصلت انه يطلقوا بصمتهم حتى بالديكور وبالأساس وحتى بالأكسسوارات، حتى منلاقي دي فير دي أكسسوار خاصة أو بتلحق اسم ملك معين، صحيح. ومنعرف أنه الثقافة الأوروبية كلنا يمكن أغلبيتنا في إذا ما رحنا على أوروبا وزرناها شفناهم بمتاحف أو شفناهم بصور، نعرف أنه هي تتميز بالرفاهية والفخامة. وكرمال هيك هلأ بس نعمل قصور أو نعمل فيلل وبحاجة صاحبها لرفاهية، دائما بنروح على هيدي الاتجاه، يعني على الاتجاه نقلد او نستوحي من القصور الموجوده باوروبا. نعم. فخلينا نبلش هلا بالدور لانه نكتار، نبلش بالدور نحكي على كل ستيل. فينا نبلش اول شيء بالستيل امبير يلي هو هيدا ستيل. هلا رح نفرج الصور وحطينا صور شوي على كبير تينتبهوا عن شو عم نحكي. نعم. مع النوتات رح نبلش نشوف الصور ونتعرف اكثر على الشيء اللي مثل ما قلت عماد بنقول عنه نحن انه هيدا ستيل، بس هو بقلب الستيل في كذا ستيل. صح صح اكزاكتلي. لانه كل ستيل كل ملك صار يزيد ديتاي معين تا يحط بصمته عبر العصور ونحن تشربناهن واخذناهن. نعم. بلشنا نشوف الصور. صحيح. ستيل امبير، اذا بلشنا ستيل امبير اول صوره شفناها، اول شيء هيدا الستيل بيتميز بحاجه مثل ما انا حاطط نوتات، بحاجه لاسباسات كبيره، لمساحات كبيره. والسبب يلي نحن ما بدنا ننسي انه هيدا كان بالقصور قبل، فكانت المساحات اوريدي كبيره، فهو بيتميز بالاساس الكبير. اوكي، كان عندنا فخامه كثير، وكان عندنا بنسميها اورنمان، يعني زخرفات. نعم. هيدي الزخرفات كانت كثير كبيره، كثير كتار، وفيها الدوري، حطوا الدوري، حطوا الدوري والبرونز. واذا بدنا نحط بعد شغله بس نفوت على محل بنكون ستيل امبير، نحن بدون ما نحس بنخمن حالنا بمحل انتيكيتي مثل ما شفنا بهيدي الصوره، وهلا بنشوف كمان بالصوره الثانيه اذا بنطلع مزبوط بنلاحظ قد ايه في ذهب، قد ايه في اورنما، قد ايه في حتى على راس التخت مثل ما ملاحظين هون في حفر. نعم. تاني ستيل رح نحكي عن ستيل انتيك. ستيل انتيك مثل ما بيحكي اسمه انتيك، في انتيك يوناني، انتيك روماني. هون اذا بدك المهندسين او اذا بدنا نحكي بوقتها يلي هن اخترعوا هالموديل جربوا يفوتوا هالانتيكيتي يحطوها بقلب البيوت. كرمال هيك رح نلاقي انه بلشت تفوت الاعمده والسكالتشرز بهالمساحات من الداخل. صحيح. صار بنشوفه من الخارج للداخل، حتى صرنا بهيدا الستيل اذا بدك صار في شيء اسمه نحن بنسميه اتريوم يلي هو موجود عندنا بالبيت اللبناني يلي هي الساحه. صار بطل في اوض غرفه وبتنتقل من غرفه لغرفه، صار في ساحه كبيره ومنها بتتوزعي، فكرمال هيك صار في مساحات او اسباس اوفر، مساحات. نعم. مفتوحه على بعضها. وطبعا في رح نشوف اللوكس، رح نشوف الرفاهيه مثل ما قلنا لانه صار في اتريوم، تخلينا عن الغرف، تخلينا عن الكلوزونات. نعم. المرحلة الثانية رح نحكي عليها هي الأرديكو. الأرديكو إذا بدك مثل ما عنوان هون حطيناه بسموه الستيل دو ليتوال. هيدا الأرديكو
هيدا بنعتبره اذا بدك المهندسين اعتبروه المعاصر تبع القديم. المعاصر تبع القديم. هيدا انطلق الارديكو بالاحتفاليه العشرين لبعد الحرب العالميه الثانيه، فبعتقد لازم تكون باخر الستينات. نعم. الحلو اللي فيه انه هون المهندسين صاروا يرتبوا الاشياء اكثر، صاروا ياخذوا احلى ما فيه من القديم ويحطوا عليه شويه تاتش مودرن ويرتبون، فصاروا ينقوا. اذا بنلاحظ مزبوط، بنلاحظ انه بعد في اورنما بنلاقي في توش شوي كأن. صحيح، صارت المساحات تبع البيوت اضيق، فهن صاروا مثل ما بيقولوا عم بيحجموها او عم بيجربوا يتاقلموا بهالمساحات. لا بس العالم بعدها حابه الزخرفه والرفاهيه اللي كانت قديم، فحجموها اذا بدك او زبطوها وهندسوها، والاحلى شيء فيها طلع انه طلعت احلى، لانه صار فينا نستفيد بالبيوت مساحتها شوي اصغر بالرفاهيه والزينه اللي موجوده بالقديم بالانتيكيتي بالارديكو اللي قبل. هلا بنرجع على ستيل باروك. الستيل باروك هو اذا بدك الهوس، اذا بدك العنوان الكبير هو الهوس بالمبالغه. نعم. الصوره الثانيه يعني لو سمحتوا اللي بعد هيدي. اوكي، فيه اذا بدك الهوس مثل ما سمينا الهوس بالمبالغه. وقت نقول الهوس بالمبالغه يعني هيدا ستيل يمكن كثير بنشوفه اوقات ببيوتنا القديمه اللبنانيه، خصوصا اذا نطلع على الصالون. هيدا الصالون موجود. نحن كشعب عربي يمكن منحب هالنوعية الحفر، هالنوعية الضخامة بالبيوت، ويمكن مساحات بيوتنا صارت تسمح. بالفترة اللي تخطت أوروبا المساحات الكبيرة، نحن كان بعد عندنا هالمساحات الكبيرة، فنقلنا هالثقافة أو نقلنا هالذوق لعنا. مثل ما قلت هو فيه هوس بالمبالغة. هوس بالمبالغة يعني منلاقي الحفر حتى بقلب الحفر في حفر زيادة. يعني بالديتايات الكتير صغيرة كانوا يحفروا تيفرجوا هالمبالغة، وكان في شوية عجقة. يعني رجعت أكتر. صحيح. من صحيح. بعد ما في بفترة تحجمت شوي رجعت أكتر بالباروك. بعتقد هو ستيل باروك، يمكن ستيل باروك هو موجود قديم، بس نحن رجعنا تعرفنا عليه بفترة تانية بمرحلتنا بمنطقتنا. اللي نحن موجودين فيها. ومثل ما مبين بالصورة التحت في كمية ذهب، في كمية ديتايات، في شغلة منيحة أنه صار في كوربور كتير، صار في انحناءات كتيرة بالمفروشات وحتى بالحيطان. فيها شغل كتير يعني. فيها شغل، صارت العالم إذا بدك عم بتكب كل شيء من المناظر القديمة وتحطها هون. نوصل للستيل فيكتوريا. نعم. ستيل فيكتوريا مثل ما اسمه بيدل، هو حقبة لاحق ملكة فيكتوريا. نعم. واللي بيعيش بهيدا الستيل هون، الستيل اذا بدك هو الستيل المحافظ الراقي، هيدا التيتر الكبير اللي فيه حطه. هو كل عالم بتعيش ببيت هو عنده ستيل فيكتوريان، بتحس حالها عايشه ببيت انجليزي. حتى اذا نطلع على الصور بنلاحظ شو بيتميز يعني الراقي. اذا بدك خفت كثير الحفر الكبار، هو مريح دافئ، فيه فخامه رايقه. صرنا منلاقي حتى المفروشات هادية بس مريحة وفيها رقي كتير معين. في ماتريال نستعمله هو أصلاً ميزون دو كومباني انطلقت، لأنه الفيكتوريا كانت عايشة بمنطقة كومباني، يعني هي ميزون دو كومباني على رفاهية. تخيل كيف جمعنا هيدول الاثنين، بطلنا قصر فرساي العالي، رحنا على ميزون دو كومباني بس هو فيه الرفاهية. حلو. فهو فيه الربو وفيه الرفاهية. ملاحظ في كمية خشب كتير، حتى أرض الباركيه الموجودة ممكن نلاقي مفروشات فيها طابع حيواني، يعني إن كان الجلد أكتر، إن كان الصوف أكتر، السواء أكتر، وحتى شو بدنا نحكي التريات منلاحظ أنه هي شامباتر، هي قريبة من الضيعوية بس بكريستال. يعني هون هيدا المكساج، هيدا المزيج يلي نحن فينا نحكي فيه. وياريت نطلع شوي على الصور بنصير نلاحظ عن شو عم بحكي أكتر. إذا بينتبهوا على الصور أنا عم بحكي بلاحظوا عن شو عم نحكي، عن شو عم بعني بالضبط. هيدا المزيج يمكن اللي كان مقبول أكتر، يعني صار بين الذوقين. هيدا المزيج حتى صح بين الذوقين، وهيدا المزيج كتير صار موجود بالأوتيلات اللي عنا كمان، لأنه بدها تعطي الدفى، بدها تعطي الرفاهية، وبدها تعطي الكونفي للراحة. نعم. للزبائن. فباللونجات قريبا اغلبيتهم بيستعملوا هيدا اذا بدك ستيل. هيدا ستيل.
نوصل للستيل جوتيك. ستيل جوتيك هيدي إذا بدك موجة أخذت، إذا بنحط عنوان كبير كمان لستيل جوتيك، هي كأني كاتدرال وجبتيها شوي على البيت. يعني في عنا جرانديوزيتي، في عنا فخامة، في عنا كبر، في عنا زيز كبار، سقف عالي، عنا الحجر تبع الحجر إذا بدك اللي بنشوفه بالكاتدرالات صار موجود جوتيك، هي اسمه حتى يلي بيعرف الجوتيك بيعرف شو عن شو عم بحكي. شوي سكاندينافيان إذا بدنا، ممكن لقي التريات يلي هي على خشب كتير كبير، ممكن لقي جلد حيوانات صار بشكل سجادة، صار في الشمعدانات يلي منشوفهم عادة بالكنائس وبالكاتدرالات، صار إذا في عنا أنتريه ممكن نحط شمعدانات كتير كبيرة بتبهر. ستيل جوتيك أفانتاج لأنه هو في هالأشياء الكبيرة سمح أنه نجمع المودرن كمان نعم. فكتير حلو بستيل جوتيك، رح نلاقيهم كتير محلات ببيوت، إذا صفحنا مجلات أو صفحنا الإنترنت رح نلاقي مثلا بيك بلازما بقلب أمبيانس جوتيك، رح نلاقي خصوصا إذا بننتبه على أول صورة ما بتقدري أنه هيدي جوتيك، في فيها كسانات عليها سكول، عليها مثل جماجل، فيها اشياء لدر جديده. بالمقابل بتطلع بالصوره الثانيه لتحت بتلاقي الكراسي الضخمه اللي قريبه بكراسي الكاتدرالات الموجوده مع الصخر، فهيدا هو الستيل جوتيك. بعتقد عماد بما انه قسمت الحلقه هالموضوع لحلقتين لانه وقتنا خلص، اذا نلحق ستيل واحد نحكي اخر واحد وخلصنا. اخر واحد تفضل. فهو الستيل كلاسيك، ستيل كلاسيك هو كل هيدول الديكوراتور عملوا مينيماليزم، يعني كل شيء كان كبير عم نشوفه بالستيلات القديمه صغرناهم. صغرناه بطريقه حتى الحفر صار صغير، حتى الحفر صار ناعم، هيدي بيوت بتشبه كثير البيوت اللبنانيه. واذا بنطلع مزبوط بالصوره هي بيوت شايفينها كثير وعايشين فيها كثير، والناس بتحبها كثير. صحيح، لانه هو انعم شيء بكل اللي قطع، بكل اللي قطع جمعوه الديكوراتور، وهيدا بعتقد اخترعوه هن الديكوراتور. يعني هيدي مرحله، اخر مرحله لحتى نبلش ننتقل شوي للعصر اكثر، للحديث صحيح اكثر. صحيح صحيح، بنفوت تحديدا بالاشياء بالاشياء نعم الخاصه بكل بلد حتى. نعم اكيد اكيد، الستيل او اختيارنا للستيل بيتنا هو بيعكس شخصيتنا وذوقنا، وحتى لو كانت هيدي من حقابات قديمه في كثير ناس بعدها بتحبها، بتصر يمكن عليكم انه بدها تدخل هالقصص. صار لنا شانس حتى بال صار لي شانس اشتغل بقصور سعوديه، وبس بدهم رفاهيه بيرجعوا لهيدا الستيل، بيرجعوا لهيدا الستيل لانه ما في مجال، لان بيلبق له يعني. صحيح. هيدا هو. شكرا المهندس عماد سالم على حضورك معنا اليوم، اكيد رح نتابع لك بالحلقات المقبله، نتعرف بعد على 7 أنواع تقريبا. نعم. من أنواع الديكور الداخلية اللي رح تبلش تصير شوي شوي عصرية. صحيح. وحديثة. صح. شكرا، رح ننتقل مشاهدينا لفقرة كلنا لبعض، هالفقرة يلي منشوفها كل نهار أربعة واللي هي عنوانها عطاء ومساندة. اسمي أحمد محمد بشير، أنا عامل عمليتين بجسمي، كلوتي وطحالي بحادث السيارة شالوا لي إياهم، وما في عندي مناعة بالمرة بجسمي، يعني مناعتي صفر تقريبا. يعني أنا إذا أطلع قبل هالوضع اللي صار قصة كورونا، إذا أطلع عدي كانوا إجي لازم أحط كمان. أنا اسمي ليلى أبو خضر، صار معي حادث سيارة أنا وصبية، رحت فيها أجري، لما رحت أجري على الزعل وعلى الهم صار عندي سكري وما بقدر لا أمشي وما بقدر أعمل ولا شيء بالحياة أبدا. أنا ما بشتغل شيء لأنه الحكيم منعنا عن الشغل، ومزبطين وضعنا أنه في ناس بيساعدونا. أنا في عندي إبرة مناعة نزلت أول مرة عملتها، بس دكتورة شفقت علي ما أخذت مني، فهلأ كان لازم أعملها من شهر. وفي عندي دواء كوليسترول كمان، هاي وصف لي إياه الحكيم، كمان أخذته أول مرة وما عادش أقدر أجيبه، ما عادش أخذته، ثالث 3 أشهر ماتي ما أخذت الأدوية لأنه ما عم بقدر أعمل لي إياهم. أنا ابني عمره 5 سنين ونص، يعني أوقات بقول لي جاي على بالي روح الملاهي، بقول له يا بابا هلأ وضعي مش زيادة، أنا أوقات في محل ببيع لعب برا على الطريق العام، كون رايح انا وياه بس مشوار، بقول لي بابا جيب لي بسكليت، بقول له والله يا بابا مش قادر هلا،
ممكن يقبل. بيطلب حليب ماما، انا نشتري له كيس حليب. كل يوم بقلي بدي كبه حليب، ماما هي مصاري جيب له كيس حليب لحتى يشربوا اياه للحليب. وضعنا كثير سيء نحن. الحمد لله. يعني عجد شكرا غير الله ما زل. صدقيني فقر التأثير وش حال عتمني بعد ما في. كل شي بحاجة للبيت. مرتي بتقعد أوقات بتغسل ساعتين على ايدها. لا عنا غسالة، لا عنا غاز، لا عنا قنينة غاز. هي اوقات بولع هون وايدي وبطبخ عليهم. بجمع حبة من هون حبة من هون وبولعهم وبطبخ هون برا. غرفة نوم عم نيم ابني، ابني على طول عم بقلي بابا رقبتي وظهري عم يوجعوني. بضلوا يوجعوا رقبته وظهري. عم نيموا على حجار لابني. رجائي من كل إنسان إنه يشفق في بقلبه شفقة ورحمة يساعدني ويطلع فيي. وحلم حياتي إني أرجع أمشي. يعني أنا بطلب من كل واحد مش كرمالي ولا كرمال مرتي، كرمال هذا الطفل الصغير بس. إذا بيقدر يساعده بس ابني يساعده، بيساعدوني لإلي. صبي عمره 5 سنين ونص بدال يقول لي يا بابا أنا جاي على بالي بس يكون أنت بسكلات تلعب علي. ما عنده شيء. هدول اللعبة وقت بلقوط لي اياهم عند الطرقات اللي شفتوهم جوا بجيب له اياهم. فعلاً كتير صعب هالشرح وهالتفاصيل يلي اضطر محمد وليلى أنه يدخلوا فيهم لحتى يفرجونا قديه هن عم بعيشوا معاناة كبيرة. مثل ما بقول كل مرة أكيد المعاناة مشتركة، كلنا عم نحس بنفس الوجع، كلنا عم نخاف ونقلق من نفس يلي جاي ويلي ناطرينه. بس أكيد حالة محمد بتستدعي تضامننا كلنا لحتى نوقف حده تياكل ابنه، حتى يلعب على البسكليت، حتى ما بقى يبكي محمد إذا ابنه قال له يا بابا عبالي روح على الملاهي. مثل ما قال له هيدا طفل ال5 سنين لا بيعرف شو عم نعاني ولا بيعرف بلدنا قدي موجوع ولا بيعرف إنه في كورونا. هو بده يلعب مثله مثل كل الأولاد. وحرقة هالبي إنه لا قادر يأمن له كل يلي بده إياه ولا حتى قادر يشربه حليب. هالتناقض بالمشاعر عند البي والأم إنه شو بدهم يلبوا أي رغبة أي أمنية أي حاجة أو بالأحرى أي أولوية لهالطفل. كل الأولويات مش موجودة. بيناموا على حجار حتى الطفل بينام على الأرض، وحتى الأم والبي بيعانوا من مشاكلهم الصحية ويمكن دواء الكوليسترول مثل ما قال يلي وصف له إياه الطبيب لأنه عامل عملية بكبده وهو بيضطر إنه ياخد هالنوع من الأدوية. أخده مرة واحدة ووقف. اللي عم نشوفه بهالتقرير لحتى نقلكن جميعاً ونأكد عليكن كل مرة إنه حتى مساعدتكن الصغيرة تقدر تعمل فرق اليوم بحياة محمد وليلى. يعني شو بنقصد بالمساعدة الصغيرة؟ يمكن أوقات عنا قصص بتكون يمكن عنا منا 2 أو 3 أو ولادنا منشتري لهم كل سنة بسكليت. يمكن بهالظروف هلأ الصعبة أكيد عم نفكر 100 مرة قبل ما ناخد هيك قرارات. بس أكيد نحنا كل حياتنا كنا نفكر إنه الأمنيات والأحلام اللي بحاجة لها أولادنا هي أولويتنا. فخلي يكون هالطفل واحد من أولادنا، نفكر فيه وكأنه واحد من أولادنا، نفكر فيه
هو يلي بحاجة لأولويات، مش أبداً لقصص يمكن أكيد هو بيحلم فيها كتير بس ما بيقدر يطلبها، لأنه بيعرف أنه أقل الأشياء مش قادر يطلبها من أهله. بتمنى على الجميع على الرقم التليفون يلي شفتوه قدامكم ويلي رح أرجع عيده، هو رقم محمد 817-32-30 817-32-30. هذا رقم محمد تتواصلوا معه مباشرة، يمكن زيارة، يمكن أي فكرة ممكن تفكروا أنه ممكن تساعد محمد، أكيد رح تعمل فرق بحياته. بيكفي يفكر أو يحس أنه في حدا تاني حس فيه وتجاوب معه، هو اللي اضطر اليوم يخبرنا هالتفاصيل الموجعة، اللي اضطر أنه يخبي حتى دموعه الكتيرة أثناء التصوير لحتى يقدر يحكي ويخبر عن حاجته وعن طلبه المساعدة والدعم. بريك ومنتابع من بعد البريك إكس بودي. EMS Training X Body وكاترين شقيل بستقبلك معنا، أهلا وسهلا فيك. أهلا. عم نشوف هالتمارين وبعدنا عم نشوفها بالستوديو، أكيد فيها تكنولوجيا جديدة يلي رح نحكي عنها، وبنعرف أنه هالتكنولوجيا موجودة ب 55 بلد بالعالم ومنها لبنان. شو الجديد يلي عم يعملوه؟ الجديد هو انه نحن قدرنا طورنا التريننج، قدرنا نختصر الوقت بدل ما نقعد ساعات كثير طويله بالجيم العادي، قدرنا ب 20 دقيقه بس مرتين بالاسبوع نكون عم نتمرن تمرين كافي انف لنحصل على الجسم اللي بدنا اياه. نعم، اللي عم نشوفه هلا الصبيه اللي عم تعمل السبار مع الترينر، هي موصوله على هالماشين، شو هي هيدي الماشين وشو حاطه الصبيه على جسمها؟ اوكي، سو بيسكلي هي لابسه مثل سوت، هيدا السوت موصول على ديفايس اكس بودي، اتس ان اوورد ويننج اي ام اس ديفايس، اي ام اس يعني الكتريكال موسل ستيميليشن. سو هيدا البدله فيها بادز بيجوا على كل عضلات الجسم بيخلوا العضله تعمل كونتراكشن، كانه عملت 80 كونتراكشن بير سكند، سو بدل ما تعملي كذا ريبيتيشنز كثير طويلين بوقت كثير طويل بالجيم العادي، تعملي 10 ريبيتيشنز مع هيدا الهلب تبع الستيميليشن الموجوده على العضله، تكوني انت عم تختصري الوقت، بنفس الوقت بتكون عم تقوي العضلات، تشتغلي على شكل العضلات، تخففي من الفات، تشتغلي على السيستم ريسبيراتوار تبعك، على الكارديوفاسكولار سيستم تبعك، وعم تاخذي البنفيتس تبع ورك اوت عادي. نعم. وقت قصير. ما بيتعب هالنوع من التمارين؟ مريح؟ بدي اسالها. هو صراحه ما كثير مريح، يعني اتس ان انتنس تريننج، يعني واحد بيكون عم بحس ببلس معين مثل كانه افورت عم بيشد معه، بس الحلو انه اتس جاست بس 20 دقيقه وقت قصير. هل المرتين بالاسبوع كمان لهم معنى؟ يعني حتى هالعضل يلي اشتغل كثير يقدر يرتاح بين فتره وفتره؟ مزبوط، نحن بالتريننج بنكون عم نشغل 90% من كل عضله، وبنكون عم نشغل كل العضلات مع بعضها. بالتريننج التقليدي بتكون عم تشغلي كل عضله لحالها وبنقسم ايام، هون بنكون عم نشغل كل العضلات مع بعضها لفتره 20 دقيقه. سو هيدا ال 90% من الكباسيتي تبع كل عضله بحاجه انه الجسم يريح لها يومين، بس خلال هول اليومين نحن بنكون عم نحرق فات وعم نشتغل على العضلات بنفس الوقت، بس بنكون عم نتمرن. صح، بنكون عم يستمر الشغل بجسمنا. مزبوط. شو أهمية الترينر يلي مرن كمان هو بيكون مدرب على هالنوع من التمارين؟ صح؟ أكيد. شو أهمية مواكبته؟ يعني هل في قوة معينة لازم يضل منتبه لها بمطرح معين من الجسم؟
نحن كل الترينرز عنا certified EMS trainers. هن أكيد بيتحكموا بالعضلات، كل عضلة موجودة في إلها pads بنقدر نتحكم بالintensity تبعها. مثلا الواحد إذا بده يركز على منطقة معينة أكثر من منطقة، عنده ضعف بمنطقة معينة، كل هول نحن بنقدر نتحكمهم حسب القوة تبع كل عضلة. وبنفس الوقت بيكون عم بيقول لك شو تعمل exercises، لأنه عادة واحد بيفوت على الورك أوت ما بيعرف شو بده يعمل. سو نحن بنمشي على التارجت تبع الشخص. حلو، يعني كل شخص عم يتمرن في معه ترينر. أكيد أكيد دائما. نعم. بدي أسأله قديش في ناس يعني أخذ بقدي وقت بناخد نتيجة، وقدي في ناس مع كل هالخبرة اليوم يعني بتخبرينا أخذوا نتائج كبيرة. هلأ الريزولتس تبع اكس بودي هن كويك ريزولتس، سو الواحد بيكون عم بيقدر يلاقي فرق من خلال 2 to 3 weeks، يعني من خلال أسبوعين 3 أسابيع بيلاحظوا الفرق. وأكثر شيء بيلاحظوه هو أكيد خسارة الوزن، لأنه اكس بودي بيشتغل على كذا بروجرام حسب الهدف تبع الشخص. فينا نكون عم نخسر وزن، فينا نكون عم نشد العضلات، نشتغل على شكل العضلات، نكبر العضلات، أو حتى نكون عم نعمل بريفنشن لإنجري، أو حتى عم نساعد حدا عنده مثلا إنجري بمحل معين، نكون عم نساعده نخفف له من أوجاع الظهر، نقوي له الكتاف، المسلز حول الكتاف، الركب، وكل هول. سو ريزلتس كتير سريعين. حلو كاترين، يعني أول ما بيوصل الشخص لعندكم في قعدة طويلة، يعني بدكم تعرفوا شو المشاكل اللي بيعانيها بجسمه، شو بده، شو هدفه من هالتريننج، لوين بده يوصل، بده بس ينزل وزن، بده يربي عضلات، يعني في قعدة مع هالشخص وبينحط من بعد البرنامج. مزبوط، نحن البروجرام عنا از individual، نحن دائما معنا personal trainer بالتريننج، بنفس الوقت نحن بنكون عملنا consultation مع الكلاينت، شفنا شو التارجت تبعه، من خلاله بنعرف شو الليفل تبعه، لانه نحن بنقدر نشتغل مع كل الليفلز، من حدا مش ممرن بحياته لأثليت ترينرز. سو كل هول نحن بنشتغل عليهم قبل ما نبلش التريننج. اكيد. نعم، قديش كاترين في ناس تحولت لهالنوع من التريننج، يعني خاصه انه في اختصار للوقت مرتين بالاسبوع بس وبيوصلوا لنفس النتيجه؟ اكس بودي بتعتبر تريننج تبع 21st century صراحه، لانه البنفيتس تبعها، يعني مثل ما بنعرف نحن هلا نحن بعالم عن جد ما عندنا وقت. سو انت بال20 دقيقه مرتين بالجمعه بتكون عم تختصر كثير من الوقت. سو كثير عالم عم تقدر تجي تعمل هيك، وخصوصا العالم كمان اللي عنده اصابه او وجع ظهر وديسك. نحن بنعرف اللي عنده ديسك، وجع ظهر، وجع ركب، ما بيقدر يعمل تريننج تقليدي، ما بيقدر يكون عم يحمل اوزان. سو مع الهلب تبع اكس بودي، ايفن لو حدا مكسور اجره بيقدر يجي ويعمل تريننج، لان نحن ما بنعمل ابدا بريشر على الجوينتس والظهر، بس بنفس الوقت بنكون عم نقوي العضلات لنخلصوا من الانجري اسرع. كثير حلو اللي قلتيها، النقطه كثير مهمه، في كثير ناس بيعانوا منها، بخافوا انه يروحوا يعملوا السبار العادي او الجيم العادي، خصوصا مثل ما قلتي انه مطلوب منهم ما يحركوا ظهره، مطلوب منهم ما يحركوا ركابهم، فهون ما في اي مجهود كبير، بالعكس هالماشين عم تشتغل على العضلات نفسها، يعني بحس حاله عم يحرق وهو قاعد. اريح شيء. وين موجوده بلبنان؟ بعرف انه عندكم 8 فروع بلبنان، باي مناطق؟ نحن موجودين بكاسليك، منصوريه، حزميه، حمراء، الرابيه، جناح، شويفات، والمشرفيه. نعم، عم نشوف فيديو بهالوقت، نحن عم نشوف صبيه بالاستوديو عم تتمرن، عم نشوف قديش يعني هل يعني قديش الوقت في اختصار للوقت باللي عم نشوفه. الترينر موجود دائما مع الناس يلي عم نحضرهم هلا بالفيديو. في شيء بتحبي تقوليه كاترين للناس يلي يمكن بيعرفوا كثير عن هالموضوع بس بعد ما تشجعوا انه يعملوه، او يمكن لاول مره عم بيسمعوا فيه؟ صح، هو it's a new concept، يعني بس it is very efficient and very effective. هلا نحن we give free trial session، so حيلا حدا حابب يجي يجرب شو يعرف شو هذا الكونسبت، they can يجوا لعنا على الاستوديو ويجربوا free trial session، ساعتها بيقدروا بيفهموا أكثر، يشوفوا شو الشعور تبع التريننج وكل هول. يعني على الرقم الموجود على الشاشة فيكم تتصلوا تاخذوا موعد، تروحوا تجربوا تشوفوا إذا حبيتوا بتكملوا، أكيد بتفهموا أكثر عن هالكونسبت الجديد وهالتكنولوجيا يلي هي تكنولوجيا العصر الجديد، ما هيك؟ شكرا لك كاترين شقير، شكرا للترينرز معنا بالاستوديو.
واكيد مشاهدينا اهميه السبار شغله كثير اساسيه بحياتنا، بس اوقات في ناس بتعمل السبار العادي التقليدي وفي ناس بحاجه لهالتقنيات الجديده. رح ننتقل بضمن فقراتنا لفقره فيت بيت مع الكوتش مايا زيدان. صباح الخير من فيت بيت. اليوم التمارين رح تكون خاصة بمنطقة الإيدين، وتحديداً رح نشغل عضلة الترايسبس. كتير مهم أن نكون عم نشتغل هول التمارين بطريقة صحيحة لنقدر ناخد نتيجة بهذه المنطقة، فركزوا كتير منيح معي كيف حنكون عم نوقف وكيف عم ناخد البوستر الصحيحة وعم نعمل اكسرسايزز بشكل صحيح. رح نستعمل بهذه التمارين كذا أوبشن، رح نستعمل إلاستيك باندز، رح نستعمل قنينة مي أو حتى إذا عندكم دمبلز، ورح نستعمل كرسي. رح بلش بالتمرين الأول. رح استعمل أنا الفري ستايلر بورد اللي معه إلاستيك باند، رح حطها بإجري. أكيد أنتو فيكم تستعملوا أوبشن يكون عندكم إلاستيك باند تربطوها بأي محل لتقدروا تعملوا هيدا الإكسرسايز. أنا رح استخدم الإيزي تيوب أو إلاستيك باند هينة. أكيد أنتو فيكم تعلوا الإنتنسيتي وتستخدموا إلاستيك باند أقصى مع الوقت. رح ياخذ هيدي الوضعيه، بدي اعلي ايدي لاعمل ترايسبس اكستنشن. كثير مهم هون انه انا رجع ايدي حد ينتي، خلي رقبتي بالوضعيه الصحيحه تما اعمل بريشر على ظهري، بطوي ركبي شوي وبدي اطلع ستريت اب لفوق. كمان ما بدي ابرم ايدي بهالشكل، سو بتضلني ستريت وعم بشتغل. رح اعمل هيدا التمرين أكيد على إيد اليمين وشمال، ورح أعمل 20 رابس. وأنا بدي منكم دايماً تنتبهوا أنه أنتوا طالعين توصلوا للماكسيموم إكستنشن، بس ما لما تعملوا هايبر إكستنشن، يعني ما تفتحوا الكوع على الآخر بهالشكل. خليكم عم بتحافظوا على الكنترول بالحركة، تكونوا عم تشتغلوا وتركزوا على العضلة يلي هي ترايسبس وتكونوا عم بتشغلوها. نفس التمرين فيكن تستعملوا اوبشن القنينه او الويت اذا عندكم ويت. رح اشتغل بهالشكل، بدي سكر ايدي وباخذ نفس الوضعيه باجري، بعلي التشست، رقبتي محلها، وبدي انتبه ما ابرم القنينه بهالشكل. سو بدي اطلع ستريت بجريب مظبوط، ستريت لفوق وانزل، بنزل قد ما فيي لتحت وبطلع ستريت. سو اذا كنت انا عم ببرم القنينه هيك عم بخسر الحركه او الدمبل حتى، ذاتس واي بدنا نبقى عم نطلع لفوق بهالشكل. سو رقبتي محلها وبطلع ستريت اند داون. بعيد هذا التمرين اكيد ل 15 رابس او ل 20 رابس اذا ما كنت حامله وزن كثير عالي، وفيني اعيده لثلاث سابس وبريح بين كل ست وست 30 seconds. أكيد it's an option بوقت الرياحة ما كون عم برتاح، كون عم بمشي بالبيت. رح انتقل أنا وياكم للتمرين الثالث. رح استعمل كرسي فيه، بدي أعمل push up، بس بدي ركز أكثر على عضلات الترايسبس بهالبوش أب. سو لأقدر ركز على عضلات الترايسبس رح كون سكرة إيدي بهالشكل. إذا بدي صعبها بسكر إيدي على الآخر، وإذا لا فيني افتح شوي ايدي على الكرسي. انتبهوا الكرسي يكون عندها سبورت، جسمي بده يكون ستريت لاين، معدتي مشدوده، وبدي انزل بهالشكل. بتنفس رح انتقل لرابع اكسرسايز. رح ارجع استعمل الاستيك باند، كثير حلو هيدا البورد بخلينا نكون ستابلايزد ايدينا واجرينا. بدي ارجع بايدي لورا بهالشكل، رح ابرم هيك تتشوفوا الحركه اكثر. بحاول ارجع واعمل كيك باك، اي كيك ماي ارم باك. دائما المسافه ما بقربها كثير لهون، بخلي ايدي 90 درجه وببلش الحركه من هون وبرجع باك extending بدون ما اعمل هايبر اكستنشن. بعمل كنترول على الموفمنت، باخذ نفس،
اكيد اذا عندي دمبلز بقدر كمان استعمل الدمبلز. بعيد هذا الاكسرسايز 15 رابس، واكيد بدي انقل على الايد الثانيه واعمل كمان 3 سيتس كل مره 15 رابس. رح اعيد هذا الاكسرسايز باوبشن انا وماسكه القنينه، فيني اقرب على الكرسي بهالشكل، هدي اجري وايدي تعمل سبورت اكثر لظهري، دائما التشست عالي، برجع ايدي 90 درجه وبحرك من كوعي وبعمل اكستند لورا. كيك باك، انتوا عم تعملوا كيك باك جربوا تحسوا فيها بالاخر كيف عم تعمل العضله كونتراكشن، هيك بتصيروا بتستفيدوا اكثر. دائما ركزوا على العضله اللي عم نشتغلها بعقلكم واعملوا مايند كونكشن لتستفيدوا من التمرين اللي عم تعملوه. هيدا كان كل شيء لليوم، ما تنسوا تتابعوني كل تنين واربع وجمعه الساعه 8:30 بصباح اليوم بحلقات جديده من فيت بيت. شكرا للكوتش مايا زيدين. بنتقل لفقره هن. بفقرة هن بستقبل اليوم امرأة رائدة بمجالها، هي طبيبة وخبيرة عالمية بالبحوث الطبية، هي صديقة للإنسان والعمل الإنساني الخيري، هي ابنة محمد شعيب ورئيسة مؤسسة شعيب الخيرية، رئيسة مجلس إدارة مجموعة كلينك جروب العالمية، رئيسة الهيئة الصحية بالغرفة الفرنسية بالقاهرة، مثل ما ذكرت طبيبة وباحثة وصديقة أهم شيء. دكتورة نادية شعيب أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك شرف. دكتورة شعيب أهلا وسهلا، أكيد أنا بتشرف استقبلك اليوم. عرف الناس على امرأة ذكرتها مجلة فوربس العالمية أكثر من 6 مرات، حصلت على جوائز عديدة بتمكين المرأة بدعم المرأة كباحثة أيضا طبية، عشت فترة طويلة خارج لبنان، نحن كسبانينك هلا بلبنان، ان شاء الله ما تطولي تاخدي قرار ترجعي تروحي، ان شاء الله تبقي هون. بكل الاحوال اليوم ما بدي احكي او ما بيسمح لي الوقت احكي عن مبادراتك الكثيره، حتى عن الاعمال الخيريه يلي توزعت في العالم مش بس بلبنان. بدي احكي عن شغلتين اساسيتين، رح ابدا بمنصه نعم. نعم يلي هي كمان دعم للمراه العربيه والافريقيه بالتحديد. خبرينا شوي أكثر عن هالمنصة، كيف ولدت الفكرة وراها، خاصة أنه مبادراتك فيها دايما قصة، يعني في قصة صحيح بتوصلنا لهالمبادرة. صحيح. أول شيء ميرسي كثير ماجي على إضافتك اليوم عن جد، وميرسي للتلفزيون الجديد اللي خلق بفكرة نعم. هي أنت بتعرفيني من زمان، يعني دايما روح المشاركة هي اللي بتعطي فرح للنجاح، يعني أنا إذا ما شاركت النجاح اللي الله عم يعطينا إياه ما بحس بفرحة فيه. سو فعلا مثل ما تفضلتي، يعني فكرة نعم خلقت من فوربس، لما فوربس العالمية سنة على سنة عم بيكرموني كأقوى امرأة عربية وكذا، ما كنت عم حس بطعمتها إلا أنه كيف فيني شاركها. طب أوكي الله قدرنا نكون من المنجزات، تعوا يا سيدات يا منجزات نتجمع، منطقتنا العربية بأمس الحاجة بهالفترة، سنة 3-4 عقود بنمرق يمكن من أصعب عقود التاريخ صراحة، يعني هالمنطقة اللي عندها كتير تاريخ حافل بالثقافة بالرقي بالتاريخ، برسو العالم بالنتيجة مهد الحضارات، وشوفي شو عم بيصير فيها بهالعقود. سو ليس ما بتتجمع السيدات العربيات تخبر قصصها لتكون هي رائدة ولتكون هي المثل الأعلى للأجيال القادمة. هذه من هون خلقت فكرة نعم، لأنه نعم يعني نادي العربية المنجزة، يعني نعم السيدة العربية تقول كلمتها. نعم. ولما بتقول كلمتها السيدة العربية بتقولها دايما بطريقة بناءة، بطريقة إيجابية، بطريقة لتحسن شيء، لأنه هذه طبيعة المرأة بشكل عام.
حلو. أطلقت هالمنصة، رح نشوف الفيديو ونحن وعم نحكي كيف فيها تفوت تتسجل، وين تخبر قصتها، كيف يعني طال هالمنصة. الهدف الرئيسي إذن هو إنه هالسيدة العربية نحن نتعرف عليها كمنجزة كرائدة، وهي كمان يكون عندها مكان مثل ما سميتيها منصة، مكان تعلي صوتها، تحكي أكثر، نتعرف عليها أكثر. لوين بدها توصل هالمنصة؟ صحيح. هلأ الخطوة الأولى نتعرف على السيدات، الخطوة الثانية كمان على نفس المنصة، وحاليا المنصة عم تترجم للعربي لأنه صار في طلب من البلدان العربية للأمر. الخطوة الثانية إنه نعمل مثل الكروس ماتشنج، يعني السيدة العربية اللي بقطاع الصحة وين فيها تساهم بالمسؤولية الاجتماعية بالصحة، لحتى نبلش نعمل كروس ماتشنج من ناحية نعمل هايلايت، نسلط الأضواء على السيدات الناجحات وعلى قصصهم لحتى تصيروا قدوات، ومن ناحية تانية هي السيدة بحد ذاتها ممكن تساهم بقضية ضمن خبراتها، مش الموضوع مادي أو كذا، قد ما بتعرف التوجيه قد ايه، توجيه المعنوي والعلمي له تأثير ووقع بعد أكبر من التأثير المادي. من هالمبدأ الخطوة التانية. الخطوة الثالثة وبلشنا عم نحكي فيها لأن السيدات المحمسات للأمر هي طبعا حتكون مجلة. مجلة حلو. نعم هلأ بصدد أعداد العدد الأول، أكيد لا يصدر قبل آخر السنة بإذن الله، ومن خلالها تسليطات. هولي الثلاث خطوات اللي مبينين على المدى القصير خلال السنة القادمة إن شاء الله. حلو. رح تصدر أونلاين أما حنقريها هلأ يعني نلمسها هلأ؟ الخطوة الأولى هي طبعاً أونلاين. ما بعرف بعدين، نحن من أصدقاء البيئة إجمالاً، يعني كل ما كلنا بيبرلس كل ما كنا مبسوطين أكثر، بس منشوف الطلب، إذا كان كتير الطلب مطلوب أكيد نعم بإذن الله. العصر أصلاً بكل شيء عم يروح صوب الأونلاين، الناس تعودت وحتى بلشنا أولادنا يتعلموا أونلاين. صحيح. فهالشي هو هيدا المطلوب هلأ. صحيح. دكتورة نادية شعيب، حضرتك تدعمي مؤسسة فرنسية ناشطة بأبحاث سرطان النساء. صحيح. وهيدا الشيء كمان موضوع بحب يعني احكي عنه تأوصل لكتابك اليوم يلي رح يتوقع بكره اذا الله بكره رأي. الخميس، وكمان ريعه رح بيروح للنساء المصابات بالسرطان، وكمان يمكن جزء منه لمنصه نعم لدعمها. صحيح صحيح. ليش تركيزك على بعرف انه انت قطعتي وما بيزعجك اني اقول انك قطعتي بمرحله مرضيه صعبه كثير، قاسيه كثير، الحمد لله انك اليوم كثير منيحه، هالشيء خليكي كمان يعني هو وراء هالحافز انك تقدمي دعمك المعنوي والمادي للنساء المريضات. هلا نحن اصلا بطبيعه شغلي يعني كان يعني اصلا شغلي الاساسي كتقنيه بخبرتي العلميه هي انه نساهم بايجاد علاجات حديثه، وفعلا اخر 10 سنين كانوا شغلوني اكثر شيء امراض السرطان والدم، يعني صرت اصلا كنت مقربه من هالمحيط اكثر شيء باختصاصي كخبيره ابحاث طبيه. من هالمبدا الكونكشن ما كانت صعبه، وطبعا الحاله الشخصية اللي عشتها ساهمت كتير انه ضيفها لحتى اولوية، بس هي كانت اوريدي يعني لهالامراض من محيط خبراتي اليومية. حالتي الشخصية عملت انه حطيتها من اولوياتي، وطبعا انت بتعرفي تاريخنا بالعمل الاجتماعي والخيري من خلال مؤسسة محمد شعيب تبع البابا، بقى صار لها اولوية. الاولوية الثانية هي تعلقي بفرنسا وباللي بعتبرها يعني عن جد، مش لاني درستها وتبنيت جنسيتها وبعتز انها تبنتني وبعترف لها بكل جميل علي بالعلم وبالجنسيه صراحه، بس هي دائما بالنسبه لي في رياده فرنسيه انسانيه، يعني مش لاني فرنسيه لبنانيه، بس فعلا فرنسا دائما عندها طابع انساني بالتعاطي مع العلم، مش طابع تجاري او اقتصادي اولا. من هيك كان انطلاق هالمؤسسه الفرنسيه اللي عم تدعم ابحاث العلميه لايجاد علاجات افضل لسرطان النساء بمنطقه البحر المتوسط، لانه نحن كلنا اليوم بنعرف في شيء اسمه تريتمنت ريسبونسيفنس، يعني التجاوب مع العلاج. نحن اليوم البحث اللي بنعمله بطريقه عالميه، اذا ما كنا اخذين عينات من البشر من كل المناطق بنكون ما عم نتجاوب بتريتمنت ريسبونسيفنس على جينات كل منطقه، ونحن تركيزنا هلا على المنطقه المتوسطيه برياده فرنسا، هون دورنا لنوصل حتى علم فرنسا للبنان. حلو كثير. دكتور نادية شعيب، يا ريت الوقت بيسمح لنا نحكي اكثر بعد هيك سريعا، بدي اعرف شو اسم الكتاب يلي رح توقعيه بكره، وهل هو نضالك وتحديك مع الم...
المرض والحياة وكل التجارب؟ هو فعلا جزء من قصة حياتي لأربع سنين لما مرضت بالحالة الصحية وشو صار بحياتي بوقتها وكذا، وكل الدروس اللي تعلمتها منها يعني واللي بحب شاركها بكل صراحة. ما شو اسم الكتاب؟ دكتور إن إيرور، لانه دكتوراه بالاخطاء، لانه بتعتبري بتوصل للمرحله بحياتك الاغلاط كمان بتعلمك، كمان بتاخذي فيها دكتوراه وبتعلمك. حلو كثير. دكتوره نادية شعيب، دكتوراه بالانسانيه وطبعا بالحب والتسامح والعطاء، وشو بدي اقول لك يعني يا ريت الوقت بيسمح لنا اكثر نحكي حتى عن ميلك الى الفن، الى ميلك الى الادب، كل هالامور بلكي مره مقبله. شكرا لحضورك معنا ويعطيكي الف عافيه ومبروك الكتاب. مبروك لنا. ميرسي، الله يبارك فيكي، ميرسي كثير. منتابع مشاهدينا فقراتنا، مثل ما بنعرف الاصابات بكورونا عم تتزايد، الخوف اكيد والقلق موجود، بس ما عندنا حل غير انه نواجه الحقيقه. قبل ما استقبل دكتوره جوستين سيسين، بدنا نشوف الناس على الطريق كيف بتتفاعل، كيف بتتعامل، شو بتعرف، هل بتعرف كل المعلومات الصحيحه؟ خلينا نشوف هالفوكس باب. أخذت معه المقص تعولي بالبيت وما كانت عايتي. إذا بدنا نروح على الكوافير لازم يكون شيء عن جد ضروري، بنعمل شيء وحدة منروح نعمله ومنظهر. كان حاطط هو كمامة ومدور مروحة علي وأنا حاطة الكمامة. يقصوا بالبيت. ما بعرف بيخترع على حاله. كمامة بس هيدا اللي أخذته يعني. مزبوط، لا مرة وحدة بيكون أحسن. لا عملت شيء ضروري وبس، بس ما كثير عم بروح وبجي يعني. ما أصلاً بروح عند الكوافير من زمان، قطعته. كنت أنا بالماسك وهو بالماسك وكانوا كل الأغراض معقمين مثل بالمستشفيات، وما عم ياخد على مواعيد، وقبل ما يخلص بعشر دقايق بتلفن لتاني زبونة. بس أوريدي أساسا قبل كورونا كنت شوي سكبتيكال، إذا بروح لبيوت توقع المقص على الأرض نط فما بينطفوا. أنا بعمل وأنا بقص وأنا بصبغ. أهم شيء الكمامة تضل موجودة، وأهم شيء ما يشوف في كونتاكت كتير بيني وبين حدا تاني، هيكون في كذا حدا بقلب السالون هيك يعني قد ما فينا. أول شيء الماسك لازم أنا أكون حاطة وهي تكون حاطة أو الشخص اللي عم بيعمل لي شعري. لا أبداً ما بروح، كتير قليل تروح، وهلا بهيدا الحالة I don't think so. بجرب أعملهم كلهم حتى أتفادى الروحة كتير لعنده، يعني بجرب أعمل قص وصبغة وبرشينج، واكيد بغير اوقات بدبر حالي انا بالبيت يعني مش ضروري على طول عند الكوافير. مسبح او البحر عملوا عنهم كذا رابور وهيك عادي امنين. مسبح لا، لانه عاده اذا بيكون عدد كبير، على الرغم انه ماده الكلور عاده عم تطلع على الريحه قبل ما تنزلي، بس لا بفضل البحر اكثر من المسبح. هلا اكيد لا منا امنه، مع انه نحن يمكن عم نروح على المسبح وعم نغلط، بس هالشيء مش صحيح ابدا. قللوا الكاباسيتي بالبولز، انه ما كثير عالم يقدر يفوتوا وذ سيم كاباسيتي اللي كنا نفوت فيها. اند سوشيال ديستانسينج، بس كثير اخذين بريكوشنز، اخذوا منا معلومات عنا، رقم تليفوننا، وين عايشين وهيك، كرمال اذا بعدين لقطوا حدا معه كورونا يلحقونا. هو على الواحد ياخذ احتياطاته، وكمان على المسبح او المحل اللي رايحين عليه كمان يكون اخذ سيفتي مجر 50% كاباسيتي وهالقصص. بكون قاعده لحالي، بعمل كرسي، بقعد، ما بتعاطى مع حدا. اذا على المسبح بدي يحدد عدد محدد لكل يوم. اكيد لا، لانه ما في سوشيال ديستانسينج. لو البسين ما بنلقط منها، بس ما في كثير اشياء، بدنا نروح ناكل، بدنا نفوت على الحمامات، بدنا نقعد على مطارح، بدنا نتعاطى مع عالم يمكن مختلطه مع غير عالم. ما خص المي والكلور والبسين. ما بشتكي، لأن إذا واحد معه كورونا نزل بالبسين باي باي الباقيين. هيدي كانت أجوبة الناس بطريقة عشوائية، عينة من الناس جاوبتنا على هالسؤالين يلي اليوم هن موضوع حلقتنا أو فقرتنا مع دكتورة جوستين سيسين يلي عم تنضم لإلي عبر زوم، اختصاصية بأمراض الصدر والرئة. صباح الخير دكتورة سيسين. صباح الخير ماجي. أول شيء شو هالصبحية الحلوة، وينك بهالطبيعة؟ بجنن. مرسي مرسي. ايه أنا بالجبل مصيفة، بنزل وبطلع على الشغل كل يوم من الجبل. حلو، أحلى شيء بالطبيعة ولوحدك. قصدت أطلع من هون يعني بالطبيعة الأوتدور، تقول للعالم أنه أكثر شيء سيف هلا الأوتدور والطبيعة، عن جد لازم نلتجئ لها دايماً.
صح دكتورة ساسين، سمعتي معنا الناس شو قالت بهالفوكس بوب. أنا شايفتك كنت عم بتهزي براسك محلات هيك عم بتكوني إنه لا عبالك تحكي وتشرحي أكثر. أول شيء أنا خليني أسأل عن موضوع الكوافير. كذا حدا مثلا قال إنه هو ما عم بيروح أبدا، كذا حدا سمعناها عم بتقول إنه هي بتروح بتقعد ساعتين ثلاثة بتخلص كل اللي بدها تخلصه تتروح مرة واحدة، أي الصح؟ ليك أول شيء عن جد انبسطت بدرجة الوعي الموجودة عند الأشخاص اللي كانوا عم بيخبروا، يعني كل واحد كيف بيتصرف. بالنسبة للكوافير أكيد منها صحيحة أنه نروح نعمل الفول باكج عند الكوافير هلأ، لأنه الكونتاكت تايم كتير مهم. يعني كل ما كانت وقت الاحتكاك أكبر كل ما كان في خطر أنه نلقط الفيروس، يعني العدوى تنتقل. فبالتالي أنا نصيحتي للناس اللي بتروح عند الكوافير أنه بالعكس لازم نروح، مثلا إذا بدي أعمل براشينج بعمل براشينج وبروح، وأفضل كون غسلت شعري بالبيت قبل ما أروح عند الكوافير. إذا بدها تصبغ شعرها الست كمان بتصبغ شعراتها، فيها تحط الصبغة بتروح على البيت هي بتحمم شعراتها بترجع تاني يوم بتعمل البراشينج. نحن بنعرف كمان انه بس نروح على الصالونات فينا نعمل ضفيرنا، فينا نعمل حواجبنا. انا بنصح السيدات انه كل مره تعمل شغله صغيره، يعني مش تعمل الفول باكج بنفس الوقت، لانه كل ما كان الوقت اكثر كل ما كان الخطر اكبر. صح. واكيد مثل ما قالوا السيدات، يعني لازم تكون السيده لابسه الماسك، السيده الثانيه اللي فاتت كمان لابسه الماسك، الكوافير يكون لابس الماسك، كلنا نكون لابسين الماسك، لانه اذا حدا بيلبس ماسك والثاني ما بيلبس الماسك بيصير خطر العدوى أكبر. يعني صحيح. ما بنكون حافظنا على حالنا وعلى غيرنا. نعم. وبدي أعطي هون إكزامبل صغير. بإحدى الولايات بأمريكا بصالون كوافير كتير كبير، يعني الكوافير وخيه هن اثنين كوافيريات، اثنيناتهم كانوا لقطين الفيروس وكانوا البي سي ار كوفيد 19 بوزيتيف عندهم، وتخالطوا مع شي 130 يعني كلاينتس او زبونه فاتت على الصالون. بس لانه الناس لابسين الماسك وهن لابسين الماسك، لما عملوا البي سي ار لكل الناس اللي تخالطوا مع الكوافيريه ما حدا طلع لقط الفيروس. نعم. من هون اهميه انه نلبس الماسك ويكون اكيد في ديستنس بالصالون بين سيده وسيده. حلو كثير المثل يلي عطيتيه، انه هالقد بنكون عم نهون على حالنا هالقلق والخوف من انه نلتقى بالناس. بعض الناس قالوا انا ما بحكي مع حدا، بقعد لوحدي وما بحكي مع حدا. لا، اذا اخذنا كل الاجراءات اللازمه بنقدر نحكي مع الناس ونكون شوي بمسافه عنهم ونكمل حياتنا. دكتوره ساسين، بس بدي اقول اكزامبل صغير ماجي هون، انه وقت نحكي مع الاشخاص نتفادى يكون كثير فاست، يعني فيس تو فيس وقريبين. نعم. اوكي، حتى لو حاطين الماسك يعني ما نكون دغري بوش بعضنا، يعني نكون شوي اوبليك اذا بدك. صح. او يعني ما يكون مصدر العدوى ديريكت مباشر وقريب. نعم، هيدي عوايد جديده بدنا نتعود عليها كلها، وبنقدر نتعود عليها. شو بدنا نعمل؟ ما عندنا حل. صح. غير انه نواجه هالفيروس الموجود بكل العالم. دكتوره ساسين، رح انتقل لموضوع المسبح. اول شيء خليني بلش، هل عن جد السباحه بالبحر قبل ما احكي عن البسين هي امنه؟ لأنه صار في لغط كتير كبير عليها. مظبوط. بالمبدأ الـ CDC بتقول أنه ما في أي أفيدنس أنه الفيروس بينتقل بالمي، وخصوصا المي المالحة. سو ما في خطر أنه نسبح بمية البحر، بس لازم يكون في تباعد. حتى لو نحن عم بالمي لازم يكون في تباعد، يعني ما يكون في اكتظاظ بنفس المحل كلنا مع بعضنا. وفي شغلة هون، يعني هيدي CDC قالتها للبحورة إجمالا بكل العالم، بس هلأ بلبنان عندنا مصادر تانية لانتقال غير أنواع من الفيروس من البكتيريا، لأنه نحن بنعرف أنه مياه المجرير بتصب عنا بالبحر، وما بعرف قديش، يعني حتى الدراسات ما قدرت بعد تأكد 100% إذا الكوفيد 19 بينتقل بالبول وبينتقل بالبراز او بالخروج. نعم. فبلبنان ما بقدر جاوب 100% على هالسؤال، بس عالميا مية البحر امنه، شرط انه نكون متباعدين عن بعضنا. نعم. السباحه بالمسابح الداخليه او الخارجيه ايها امن؟ صح.
الاندور بول والاوتدور بول. اكيد اكيد مثل ما قلنا قبل شوي كل شيء اوتدور هو امن، بس اذا في ناس بتحب تسبح بالاوتدور خصوصا بكره جايين على فصل البرد يعني والشتويه، الاندور فينا نسبح على شرط انه كمان ما يكون في ابتزاز بالبيسين، يعني ما يكونوا الاشخاص عددهم كبير ويكون في تباعد، ونكون أكيدين أنه الفلتريشن سيستم والكلورينيشن وكل هيدا معمول بطريقة مزبوطة محل ما عم نتسبح، بس أكيد دايماً الأفضلية للأوتدور بولز. نعم. كمان بنسمع دكتور سيسين أنه المي المالحة، يعني إذا البيسين ميته مالحة وفيه نسبة كلور يعني منيحة هو 100% آمن، هل هالشي أكيد أو كمان بعده تحت الدراسة؟ لا، المعقمات اللي بتستعمل بالبيسينات هي بالمبدا لازم تقتل الفيروس، بس الخطوره وين؟ الخطوره حوالي البيسين او حوالي البول، يعني محل ما بنقعد، محل ما بنعمل تانينج، محل ما بنرجع بنتجمع تنقعد نتحدث ونحكي، محل ما بنلعب يعني الاولاد او حتى الكبار، هيدي المحلات هي اللي ممكن تنقل العدوى، سواء وقت بدنا نروح على البيسينات او وقت بدنا نروح على شط البحر، بدنا نحترم التباعد الاجتماعي وبدنا نحترم طريقة التعقيم كمان. وهون كمان إذا بدي وجه رسالة لأصحاب المسابح إنه كمان يحترموا النسبة اللي المسموح فيها من الأشخاص اللي بتفوت على هالمسابح حتى ما يصير في ابتزاز. نعم، بكل اللي عم بتقوليه دكتورة ساسين بنفهم إنه هيدي مسؤوليتنا كمان نحن كأفراد، أكيد مسؤولية المؤسسات، مسؤولية كل الأماكن يلي فتحت، المطاعم، النايتات وين ما كان، بس نحن مسؤوليتنا كأفراد هالقد لازم تكون عالية، يعني نلبس الكمامة كل الوقت، ما نحتك مباشرة بطريقة وجها لوجه مع الشخص، نغسل إيدينا كتير منيح صح؟ وبنقدر يعني بنقدر نتفادى أو حتى نتعايش إذا بدي أقول تكلنا لأينا حل 100% ماجي اللي عم تقولين كثير هينين، يعني لبس الماسك نتفادى الاكتظاظ، التباعد الاجتماعي نحترمه، ما نكون قريبين وجه لوجه، ونتجمع اذا بدك باماكن برا قد ما فينا او دور هلا نستفيد من الصيف لحتى نخفف نسبه العدوى. نعم. واكيد لما نكون في اشخاص مبين عليهم عوارض الالتهاب بفيروس الكوفيد 19 يلي كلنا صرنا بنعرفهم، السعله، الرشح، وجع الزعيم، شخص حاس حاله مش منيح، نحن هلا كمان الدراسات قالت انه الاشخاص اللي بتبين عليهم العوارض هن اكثر الاشخاص اللي ممكن ينقلوا العدوى، الاشخاص اللي عندهم الفيروس وما عندهم عوارض بينقلوا العدوى بنسبه اقل بكثير، فكمان لازم ننتبه على الاشخاص، والاشخاص هن اللي بيعانوا من هالاعراض جربوا انه ما يتخالطوا مع الاشخاص الثانيين ليكونوا صاروا منيح. حلو، شغله صغيره بدي ارجع اذكر فيها قلتيها هيك سريعا بالاخر وكنت بدي اسالك عنها، يعني ثبت انه حتى الاشخاص يلي مصابين بالكوفيد 19 وما عندهم عوارض بينقلوا العدوى، مش ما بينقلوها، بينقلوها بنسبه اقل من الاشخاص اللي عندهم طبعا عوارض، بس نعم بينقلوها صح. نعم. شكرا دكتوره جوستين ساسين على هالمعلومات، مثل العاده نحن مجبورين اليوم نتابع بموضوع التوعيه كل الوقت لانه هيك بنقدر نتعايش ونتفادى كل المشاكل الصحيه اللي عم نواجهها من وراء فيروس الكورونا. شكرا لك واستمتعي بهالجو الحلو عندك. مرسي ماجي، يلا بونجورني. مرسي. منتابع مشاهدينا حلقتنا، وبدي ارجع اذكر بفقره كلنا لبعض، محمد وليلى يلي قبل بشوي عطونا فكره عن حياه يمكن اكثر من صعبه او بقدر اوصفها باكثر من ضيقه، باكثر من مؤلمه عم بيعيشوها، خصوصا انه ورح تسمعوا لمحمد وتسمعوا ليلى انه اكثر شيء بيزعلوا على ابنهم اللي عمره 5 سنين اذا طلب اي طلب، يمكن صعب كثير على بي مريض هو بحاجه لادويه، ما قادر يجيب حتى ادويه لزوجته، قاعد بلا عمل بسبب مرضه، بسبب الاوضاع يلي اكيد كمان عم نعيشها، واصعب شيء يقدر يفسر لطفل 5 سنين هالواقع الصعب، واوقات كثير بيصير مر كثير وقت بيكون متعلق بالاكل او باللعب لطفل صغير. رقم التليفون يلي رح بتشوفوه على الشاشه هو رقم محمد، اذا انتم وعم تسمعوه حبيتوا انكم تتصلوا فيه وتحسسوه انه نحن لبعض.
اسمي أحمد محمد بشير. أنا عامل عمليتين بجسمي، كلوتي وطحالي بحادث السيارة شالوا لي إياهم، وما في عندي مناعة بالمرة بجسمي، يعني مناعتي صفر تقريبا. يعني أنا إذا أطلع قبل هالوضع اللي صار قصة كورونا، إذا أطلع دي كانوا إجي لازم أحط كمامة. أنا اسمي ليلى أبو خضر، صار معي حادث سيارة أنا وصبية، راحت فيها إجري. لما راحت إجري على الزعل وعلى الهم صار عندي سكري، وما بقدر لا أمشي وما بقدر أعمل ولا شيء بالحياة أبدا. أنا ما بشتغل شيء لأنه الحكيم منعني عن الشغل، ومزبطين وضعنا أنه في ناس بيساعدونا. أنا في عندي إبرة مناعة نزلت أول مرة عملتها، بس دكتورة شفقت علي ما أخذت مني، فهلأ كان لازم أعملها من شهر. وفي عندي دواء كوليسترول كمان، هاي وصف لي إياه الحكيم، كمان أخذته أول مرة وما عادش أقدر أجيبه، ما عادش أخذته. تالت شي ثلاث أشهر مرتي ما أخذت الأدوية لأنه ما عم بقدر أعمل لي إياهم. ابني عمره 5 سنين ونص، يعني اوقات بقول لي جاي على بالي روح على الملاهي، بقول له يا بابا هلا وضعي مش زياده، انا اوقات في محل ببيع لعب برا على الطريق العام، كون رايح انا وياه بس على مشوار، بقول له بابا جيب لي بسكليت، بقول له والله يا بابا مش قادر هلا، كان نيتي بابا بيطلب حليب، ماما أنا نشتري له كيس حليب، كل يوم بقلي بدي كبة حليب، ماما هي مصاري جيب له كيس حليب لحتى يشربوا إياه للحليب. وضعنا كتير سيء نحن، الحمد لله. الحمد لله. يعني عجبت الشكر غير الله ما زال، صدقيني فقر التأثير وش حال عتمني بعد ما فيه. كل شيء بحاجة للبيت. مرتي بتقعد أوقات بتغسل ساعتين على ايدها. لا عنا غسالة، لا عنا غاز، لا عنا قنينة غاز. هي أوقات بولع هون وإيدي وبطبخ عليهم. بجمع حبة من هون حبة من هون وبولعهم وبطبخهم برا. غرفة نوم عم نيم ابني، ابني على طول عم بقلي بابا رقبتي وظهري عم يوجعوني. بضلوا يوجعوا رقبته وظهري، عم نيموا على حجار لابني. رجائي من كل إنسان إنه يشفق في بقلبه شفقة ورحمة، يساعدني ويطلع فيي، وحلم حياتي إني أرجع أمشي. يعني أنا بطلب من كل واحد، مش كرمالي ولا كرمال مرتي، كرمال هذا الطفل الصغير بس، بس بيقدر يساعده بس ابني يساعده، بيساعدوني لإلي. صبي عمره 5 سنين ونص بدال يقول لي يا بابا أنا جاي على بالي بس يكون أنت بسكليت تلعب علي. ما عنده شيء. هدول اللعبة وقت بلقوط لي اياهم عند الطرقات اللي شفتوهم جوا. بجيب له اياهم. منتابع صباح اليوم ومننتقل لنعرف أكثر. لنعرف أكثر اليوم عن ناين، رح نشوف هالفيديو أكيد وبرجع بستقبل ضيفتي. الراحة النفسية العقلية والجسدية هدفنا بناين.
ناين هو عبارة عن Wellness and Personal Development Center بدوم استشاريين بعلم النفس والراحة العقلية، أطباء ومختصين بالطب البديل، معالجة نطق والحركة، بإضافة لأنواع عديدة من المساج وتدريبات اليوغا، وأكيد استشاريين بتوجيه الفرد لتغيير نمط حياته. ناين توعدكم بتقديم أفضل الخدمات اللازمة لكل فرد، سواء كان حابب يزورنا للتدريب أو حتى للحصول على استشارة. ناين إذن هو مفهوم جديد متكامل، نفسي صحي جسدي وأكتر شوي. رح نعرف أكتر مع ريم عز الدين. أهلا وسهلا فيك. طبعا هالموضوع جديد، أكتر من الناس اللي عايشين يمكن خارج لبنان بيعرفوا أكتر، بس تحكي عن الهوليستيك، بس يمكن كمان صار في شوية توعية بلبنان حول هالموضوع. قبل ما أحكيك بهالخدمات بكل هالمدارس إذا فيني أقول الصحية والنفسية، خبرينا ليش ناين؟ ليه اختيار اسم ناين؟ هلا هو أول شيء بونجور. هلا وسهلا. ناين هو بالعلم الأرقام بيمثل هو the person who awakens people spiritually، يعني هو اللي بيوعي العالم. فاكتشفت هلا بهالفترة بالوقت الثورة لهلا قدي العالم صار عندهم توعية على هن شو بدهم بشخصيتهم، كيف بدهم يطوروها، شو عم بيحسوا بالانكزايتي اللي عم بتصير اتسيتيرا. فبالعلم الأرقام هو طلع هو كمان رقمي بنفس الوقت، وهو بيمثل ناين اللي هو the healer the therapist، وبنفس الوقت البروغرام هو يعني بروجي افانغارديست لحتى نوعي العالم، لأنه مثل ما قلت بريت لبنان عندهم توعية على كل شيء mental health أكثر من لبنان. بس هلأ مثل ما عم نشوف العالم صارت عم ترجع أكثر لنفسها، لهي شو بدها أكثر من جويتها يعني. فهوليستيكلي بنحكي عن mind body and soul يعني، بس نشتغل سوا بطريقة شاملة. منكون بس مش بس عم نشتغل على for example posture مثلا أو الوجع المعدة، بس بيكون الوجع المعدة له أثر مثلا على شيء psychosomatic. فساعتها أنه منجمر كل هالتيرابي مع بعض لحتى نشتغل مع الشخص بطريقة شاملة. حلو. سميتيها ثيرابي أو معالجة، وهي عند إلى عدة أنواع. صح. خليني أعرف أول شيء مين هن هالاختصاصيين يلي ملتقيين مع بعضهم تحت سقف ناين ليقدروا يقدموا كل هالخدمات يلي هي مرتبطة ببعضها نفسيا وصحيا وجسديا. هو هلأ المركز بيضم كذا اختصاصيين، 21 مختص هن كلهم ثيرابيست، في معنا سايكوثيرابيست، كل واحد منهم عنده كذا ابروتش، لانه في كل شخص مثلا في عالم بدهم يرجعوا اكثر مثلا لطفولتهم، يرجعوا للمشاكل تروما، فبيكونوا متوجهين اكثر للبسيكو اناليز بسيكو ديناميك. نعم. في عنا مثلا بدهم شيء حل هلا، بعد عندهم صدمه بدهم انه الحل السريع، فبيرجعوا للكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي. فكل واحد بيكون انه حسب هو شو حاجته لحتى في حدا بيقيم هالموضوع ريم يعني. صح. هو انا الشخص ما بيكون بيعرف شو بده جوستمون، بيجوا جوستمون لعندي اول شيء، بيكون في اكيد اول مقابله بديسكفري سيشن لحتى اول شيء اتعرف على الشخص، اتعرف شو حاجته، لانه ممكن يكون مش بس بحاجه لسايكولوجيست، ممكن يكون بحاجه لدايتيشن فور اكزامبل، ممكن يكون بحاجه لفيزيوثيرابيست. ذاتس واي انه جمعت هذا التيم اللي هو بيضم مثل ما قلت لك 21 ثيرابيست، منهم سايكولوجيست مدربين الحياه، عندنا كمان هيبنوثيرابيست، في عندنا كمان ريميديال ادوكيتور بيشتغلوا كمان مع الاولاد. نحن بنشتغل مع الاولاد مع الكبار الاسره ككل يعني، ومثلا نشتغل مثلا مع الدايتيشن. تجي مثلا فور اكزامبل حدا لعنا بيقول لنا انه انا بدي دايت، في عنا كذا approach للدايتيشن، في عنا سبورت نيوتريشنست، وفي عنا عالم مثلا ما بدهم دايت ستريكت، بدهم شيء انه انتويتيف ايتينج فور اكزامبل، انا بدي اكل هيك هيك هيك، بس بدي ما بدي انه التزم بهذا الشيء ستريكت. فانه في كمان كذا انواع انه كمان ابروش من الدايت. بيجي حدا مثلا عند دايتيشن بيكون مثلا بيقول لنا بدنا دايت ستريكت لانه عم بوصل انا ما عم بقدر على شيء
ما اكل، عم بوصل انه ما عم بشبع ما عم بشبع. فبيكون هلا الدايتيشن صار في عندها مثل something triggered in her، انه في شيء انه بسيكولوجيك كمان بنفس الوقت ممكن تكون for example بوليميا. فبيكون مثلا البسيكولوج والدايتيشن عم بيتعاملوا مع بعض ما لحتى يساعدوها بالمنتال، كل شيء منتال بسيكولوجيك وكمان جسديا فيزيكلي. في مثلا عنا سايكوموتور ثيرابيست، سبيتش ثيرابيست، ريميديال ايديوكيتور، هو اللي كلهم بيشتغلوا كمان مع الاولاد مع الاولاد بطريقه ايديوكاسيونيل او شيء اكاديميك، وبنفس الوقت علاج النطق. والسايكوموتور ثيرابيست بتشتغل كمان مع الاوتستيك، مع الاولاد اللي معهم توحد. نعم حلو كثير. وين المركز ريم؟ هو موجود بتبريز. نعم ريم عز الدين، ليش فكرتي بهذا المركز؟ مين انت تقدري كمان تقدري تقيمي هالحالات وترجعي تحوليهم لكل هالاختصاصات اللي قررت انها تكون موجوده بناين؟ هلا انا سايكولوجيست لايف كوتش وهيبنوثيرابيست. نعم اشتغلت جمعتيهم 100% جمعتهم واشتغلت مع بكذا مراكز صراحه، وكنت قبل عايشة بريت لبنان. نعم فجيت على لبنان على كل شيء عمل وهيك، واستكشفت في lack of something خاصة بمجال الثيرابيوتيك. نعم اللي هو team working، لأنه الواحد ما بيقدر بس يشتغل على شغلة واحدة، خاصة مثلا مع الأولاد اللي معهم توحد. نعم بيشتغلوا معهم speech therapist, psychomotor therapist, psychologist, remedial educator وكذا كمان therapist تانية. بس كل واحد عم يعطي رابور، وكل حرام الأم بتكون عم بتروح على كل محل وما حدا عم يعطي رابورات بين بعض الثيرابيست. فإخر شي بتطلع برأس الولد برأس الأم، وهي بتكون أفت lack of communication and team working. نعم فحبيت أخلق هذه الكوميونيتي ناين لحتى كمان أجمع أكتر الثيرابيست بين بعض ويشتغلوا بطريقة هوليستيكلي، لأنه كلنا ممكن نساعد بعض. psychologist ممكن تساعد الدايتيشن وأنسي دو سويت، والسايكوموتور مع سبيتش ثيرابيست ممكن كمان يساعدوا بعض كمان نسيد سويت. كثير حلو وجود هالشيء تحت سقف واحد بمكان واحد، وكل حاجاتنا الاساسيه بنقدر نلاقيها بهالمكان سنتر ناين على التباريس. واكيد قطع رقم التليفون للي بحب يتصل يعرف اكثر عن الطب البديل مثل ما كنت عم تحكي. بنعرف فيه الايورفيدا، بنعرف فيه زيوت ومواد ثانيه اورجانيك كمان تنباع بنفس السنتر. صح، عنا بوتيك صغيره هي بتبيع كل شيء ايورفيديك برودكت معمول من هيربز for stress, for anxiety, for sleeping. لأنه يعني من بعد أكتر شوية عن الكل شيء شيميك إتسيتها. وكمان بيع كمان essential oils، وكمان منجيب creams from Africa organic كمان. نعم. من زبطهم منحط لهم essential oils إتسيتها. كمان يعني عم نشتغل بكل شيء organic وإيكو friendly كمان بنفس الوقت يعني. ويقدر يغطي كل هالحاجات اللي حكيتيها. صح، كان بدي زيد كمان نفس الوقت انه نحن كمان مش بس بنشتغل ثيرابيوتيك، ما بنقدم كمان تولز مثل اليوغا، مثل الانرجي هيلينج اللي هو علاج الطاقه، والطب البديل مثل الريفلكسولوجي، اكوبانكتشر، الدنشن، نعمل كمان الحقنه ديتوكس، وبنعمل بروجرامات كمان ديتوكس مع جوسز واكل نظام، مثلا اكل نبعث لهم اياه كمان على البيت وكيتر. يعني ما له الشخص الا ينزل يعمل تشيك اب يعرف هو شو بحاجه وبيلاقي هالشيء بناين. شكرا لك ريم عز الدين على حضورك اليوم ويعطيكم الف عافيه. ننتقل لمشاهدينا ومنتابع فقرات برنامجنا لدي لايت. إذا مشاهدينا منتابع فقرات برنامجنا مع دي لايت ودكتورة ماجدالينا الرومي. واليوم دكتور ماجدالينا صباح الخير. أول صباح شيء الخير ماجي. الموضوع مهضوم لأنه عم نحكي عن مفاهيم الناس غلط تفتكر أنها هي صح وبتضل عايش فيها لمدى طويل وتطلع هي غلط، وهذا الشيء بيأثر على الميتابوليزم تبعنا وبيخلينا أوقات نفكر ليه ما بنضعف، ليه ما بيصير معنا هيك، ليه مزبوط.
من وين بدك نبلش؟ اوكي، بدنا نحكي عن المفاهيم الغلط الموجوده عن الدايت وحتى سبار. نحن وسبار بتعرفي وقت نكون عم نعمل دايت لازم نكون مرتاحين بشو عم نعمله، واوقات بنفكر انه اذا زعبرنا يعني لازم نعمل اشياء معينه تو كومبنسيت او تنعوض. هلا رح بلش بقصص مفاهيم في كثير عالم عندها اياها براسها بس هي غلط. يعني مثلا الاشخاص يلي عايشين لفتره طويله بحياتهم ما بيتروقوا فيها، بيجوا مثلا بيقولوا لي انا بليز ما تعطينا ترويقه لانه اذا تروقنا من جوع بصير بدنا ناكل كل النهار. مش سامع عالم بيقولوا لي هيك؟ هي الفاكت انه قلت لهم اذا بتجوعوا هيدي خبريه كثير حلوه، يعني عندكم انبسطوا. عالي الميتابوليزم يعني بلش يركض، يعني كان نايم كان كوما الميتابوليزم بلش يركض، لانه هي ايفيدنس اي بالساينس، اذا بتتروق اي بتشغل الميتابوليزم. واذا جعتوا ما تخافوا ارتاحوا، بالعكس عرفوا انه جسمكم بلش يشتغل. يعني اوقات بيكونوا اشخاص عن جد حرام ما بياكلوا كثير بالنهار، واول ما بلش دخلهم ترويقه ويمكن بكون عم بعطيهم كميه اكثر من كانوا عم ياكلوها، ببلشوا بيضعفوا بينصدموا. ليه؟ فكروا اول شيء انه عم ياكلوا اكثر. صح، ايه عم ياكلوا اكثر. مثلا كمان في معتقد خاطئ انه اذا واحد قفى وجبات مثلا قفى العشاء يعني بيضعف اسرع. هو تنضلنا عم نشغل الميتابوليزم كل ساعتين ثلاثة لازم عم ناكل. في أشخاص بيخافوا أنه لا ما لازم نتعشى لأنه ما بيعود يحرق ما بنحرقهم. مزبوطة هالخبرية؟ هيدي غلط كمان. هو آخر وجبة فينا ناكلها ساعتين لثلاث ساعات قبل النوم، يعني حتى يعني لو كانت الساعة 10 بالليل إذا أنا بدي نام الساعة 1 أو 12. مزبوط، مش غلط أبدا، لأنه في وقت لنكون نحن عم نهدم. كثير ناس دكتور ماجدالينا بيوقفوا أكل على الساعة 6 اعتقادا منهم أنه خلص هيدا جسمهم قعد وما بقى رح يحرق، ما بيعرفوا أنه إذا بيناموا 8:30 9 ما في مشكلة. بس لشون نحرم حالنا؟ نحرم حالنا، ممنوع الحرمين بهالموضوع. صح. شغلة تانية، مثلا في أشخاص بيفكروا إذا مثلا تعشوا خبصوا يعني تاني نهار لازم يقفوا الترويقة، كمان هيدي غلط. أو العكس، حتى بيقفوا الغداء إذا عندهم عشاء. مزبوط، هيدي كمان غلط أكتر، لأن وقتها تجوعي أكتر بتصير بتاكلي مرتين وثلاث مرات أكتر. أنت بتكوني وقتها تقفي الوجبة بتوطي الميتابوليزم، شو بيصير فيك؟ جسمك عم بيحرق أكتر. جيت على الميل التانية أكلتي أكتر ونصحت بسرعة أكتر، لا صح. ما بدنا هالشي. بقول لهم دايما للأشخاص اللي بدون، أنا ما عملت شيت ميل باي ذا واي، خاصة بعد فترة من الدايت أول جمعتين بجرب أنه ما ياخذوا تشيت ميل، بس بعدين إذا بدي ياخذوا فري ميل أو تشيت ميل مرة بالجمعة بالعكس بتكون محبزة. ما منحس تعطيه هيك حافز أكتر يرجع يكمل. بس مزبوط. أكيد بده يكون في قبيله أنت، يعني هلأ رح أحكي عنها شوي، لأنه أوقات كثير الناس بيفتكروا كمان أنه إذا تنقول قلتي له بحق لك بتشيت داي، تنقول مش بس تشيت ميل، بيروح بيعمل شو ما كان فيه. تشيت داي أنا ضده، رح فسر لك ليه. حسب الدراسات، وهيدي التريك، هي حيلة بدي أعلمها للكل، وقت تاخده مثلا مرة بالجمعة أو مرة تشيت ميل، هيدا الشيء بيعلي الميتابوليزم وبينسي الجسم البروغرام يلي كان حطته عليه قبل، أو إذا في ستريس عليه بيفك، بالعكس بيرتاح. وقت ترجع تكفي الرجيم عادي ما كأنه شيء صار قبله، بالعكس برجع بتضعفي أسرع. يعني هيدي وحدة من الطرق لنفك البلوكاج. أما إذا بتعملي تو تشيت ميلز ورا بعضهم بدل ما يعلى الميتابوليزم بيوطى. إذا كانوا ورا بعضهم، إذا ورا بعضهم يعني بذات اليوم أنا يلا هيك خبصت بخبص غدا وعشاء، لا غلط. نعم. أو يلا ترويقة غدا عشاء، غلط. هيدا الشيء يلي بالعكس بتصير بتطلعي بسرعة. حتى كمان إنه إذا بنعمل ويومين ورا بعض ونشيت كمان مش منيحة. دايما بنعمل الرول every other day، هيدي بنستعملها وقت نكون مسافرين. بقول لهم يعني يوم إيه يوم لا، يعني إذا أنت اليوم خبصت بوجبة بكرة ما بتخبسي، بعد بكرة إذا خبصت ماشي الحال. هاي وقت تكون مسافرة، هاي بتكون فريكانت.
هيك ما بتنصحي. بس اذا كان واحد عم بيتابع وما عنده سفر وملتزم مره بالاسبوع مش اكثر. حتى في ناس اوقات بقولون مره بالاسبوعين، اوقات مره بالاسبوع، حسب كمان هون العامل النفسي بدق كمان ما يحسوا حالهم محرومين. اذا هن بلشوا يعملوا شوي يعني جسمهم بقى عم بيتحرك مثل قبل بالنزله كمان، هون منغير هيدي استراتيجية بنستعملها يعني على حسب نحتيل على الجسم مثل ما بتسموه. مزبوط احتيال، مزبوط احتيال على الجسم. نعم. كمان دكتور ماجدالينا كنت عم بتقولي بالاول بالنسبه للسبار يعني صح. ما بدي يخلص الوقت قبل ما تقولي لنا هالكم نقطه يلي هن كثير كمان معلومات مغلوطه. يعني في ناس بيقولوا انه انا باكل شو ما بدي بس انا عم بعمل سبار. أي اوكي. بيلاحظوا الاشخاص اللي عم بياكلوا شو ما بدهم عم بيعملوا سبار ما عم يمشي الحال، ما عم يدافعوا، بيتساءلوا ليه ما عم يدافعوا. هيدي كمان معلومه غلط. مش معناتها اذا انت بتعمل سبور فيك تاكل اللي بدك اياه، ما انت عم تحرق عدد معين من الوحدات الحراريه. يمكن فيك تعودهم بشقفه كيك انت اكلتها رجعت. بدنا ننتبه هون ضروري اخصائي التغذيه تكون متابعه مزبوط وعارفه مزبوط شو تقول لهم شو ياكلوا. هلا اكيد فيهم ياكلوا شوي اكثر اذا شخص عم بيحافظ على وزنه او بس اذا عم بيضعف العكس بيكون انه سبار عم بيساعدهم تيضعف اكثر. بس النيوتريشن هي الباز، هي 80-90% من الشغل. هونيك بيساعد 10% بس كثير مهمه سبار. وحده من المعتقدات الخطا ماجي انه اذا نحن عم نعمل دايت ما لازم نعمل سبار، هذا غلط. انا مع السبار 100% وحتى النوعين الكارديو والبادي بيلدينج، لان هيك بنكون عم نساعد انه نعلي الميتابوليزم. وحده من الاشياء اللي بيفكروها العالم اذا بيعملوا تريننج بسبار لمحل معين بالجسم رح يخسر وفات من هالمحل من الجسم، هيدا معتقد خاطئ. وقت انت تعملي تريننج بتخسري من كل جسمك الفات، بس بالمحل بتمرنيه بيدب اكثر. نعم. لانه العضل هون عم بيدب اكثر، بيطلع الشيب احلى. بس هيدي المعلومه كمان ينتبهوا لها العالم. يعني شو موضوع البروتين دايت كمان له علاقه بال اذا عم يعملوا سبار وبيقعدوا مثلا اسبوع او اسبوعين بس بياكلوا بروتين، قديش هيدا الشيء كمان صحي او مزبوط؟ وقت نعمل بس بروتين دايت وخاصه على المدى الطويل بكون عم ناذي كلوينا. البروتين اساسي وضروري، بس للسبورتس نيوتريشن اذا نحن مزبوط بدنا نعلي عضل مفروض ناكل 2 كربوهيدرات وبروتين. العالم بتفكر اذا بدنا نضعف ونعمل سبار لازم بس ناكل بروتين. هيدي كمان غلط لانه لازم الاثنين. كمان في حلقه بدنا نحكيها عن سبورتس نيوتريشن، شو ناكل قبل سبار بعد سبار، شو الافضل ما يتكل دغري قبل سبار احسن بعد سبار. هيدا موضوع رح نحكيه لحاله بركي بحلقه ثانيه. دكتورة ماجدالينا أكيد ما بعرف إذا رح يكون عنا الوقت نرجع نتابع، بس قلنا كل المعلومات. بدي أنتقل مباشرة إلى وزارة الداخلية. نعلم الإنسان كيفية الصيد، فذلك منحه قدرة لتوفير العيش لحياة كاملة، وهذا هدف أؤمن به بقوة. حضرات المعالي، لقد دعمت إطلاق هذه المنصة التي نربط من خلالها كافة البلديات مع هذه الوزارة ووزارات أخرى لتنفيذ برنامج مراقبة الأشخاص أيضا المحجورين بسبب الكوفيد وأيضا العائلات التي هن بحاجة. معالي السفير، لبنان يعاني من وضع اقتصادي حاد وصعب للغاية بسبب أيضا عدد النازحين الذي يبلغ عددهم 1.5 مليون سوري، وهذا يعني ثلث الشعب اللبناني، وأيضا الأزمة الاقتصادية بسبب كوفيد 19، ومؤخرا أيضا الضغوطات الاقتصادية التي تهدد المجتمع اللبناني ووجود هذا المجتمع. دعونا لا ننسى أو دعونا ننسى السياسة ونضع السياسة جانبا وننقذ هذه الأمة التي تعشق الحياة والسلام. إنني أناشد دعمكم القيم لمواجهة هذه الأزمة من خلال إطلاق هذه
الأموال والمنح المعلقة. وأخيرا عندما تكون هنالك نية هنالك طريقة. إن فريقي وأنا نتمتع بهذه الرغبة ودعمكم هو الطريقة والسبيل. معالي سفير بريطانيا الكلمة لكم. Your Excellencies, General, ladies and gentlemen, esteemed guests. الضيوف معالي الوزير يسرني للغاية أن أشارك شخصيا بهذا الحفل الذي يعتبر أيضا في هذه الأوقات الصعبة للبنان. إن العمل على الشبهة. إذا نكتفي مشاهدينا بهالقدر من المباشر من وزارة الداخلية، ومنرجع منتابع فقرات برنامج صباح اليوم لليوم، ومننتقل لفقرة ضيف اليوم. ضيف اليوم الممثل جان دكاش. ما بعرف إذا صار معي جان، عم تسمعني جان؟ صباح الخير جان دكاش. يمكن ما عم بيسمعنا جان. إذا ضيفنا اليوم الممثل جان دكاش، في كتير معلومات منحب إنه نسأله إياها، في كتير أحاديث منحب نطرحها عليه، ومنحب أكيد نبارك له بآخر أو بأواخر أعماله يلي حصد فيه النجاح كتير حلو. في معلومات كتيرة كمان ما بنعرفها دايما عن ضيوفنا، الجمهور بحب يمكن يسأل عنا. هذا الشيء اللي رح بيصير اليوم مع ضيفنا جان دكاش، من بعد ما نتأكد أنه صار معنا عبر زوم من منزله، لحتى نصبحه أكيد بالخير ونتمنى له التوفيق باعمال جديده بعرف انه عم بيحضر لها. بس حتى نتاكد من انه جان معنا، لانه يمكن ما كان عم يسمعنا، بعتقد لازم نروح بريك. منروح بريك. بريك. ننتقل مباشرة مشاهدينا لفقرة لنعرف أكثر، لكن بهالوقت صار موجود معنا ضيفنا جان دكاش. لنعرف أكثر إذن عن أيليد، بدي استقبل معي رانيا حايك مديرة قسم الإعلانات بشركة أيليد. أهلا وسهلا فيك. وبستقبل المخرج الصديق نضال بكاسيني، وأخيرا أمام الكاميرا. أهلا وسهلا فيك. أكيد عم نحكي اليوم عن تكملة لموضوع سبق وطرحته بالأسبوع الماضي مع الزميلة ماريات، حول أهمية الفيديو بالبرودكشن، أو إذا بدنا نقول الفيديو أهميته بالإعلان بتقدمة البرودكت يلي بدنا نقدمه. مزبوط. حكينا قسم بهالموضوع، نضال رح تحكينا تقنيا، ورانيا رح تخبرنا قديش بتعتمدوا على هالشي، على الفيديو بأي طريقة، يعني وين هو بيكون إلزامي وين أوقات لا بياخد محل شي تاني. هلا بدايه انا حبيت كفي بهالحلقه مع حضرتك ماجي على الفيديو، قد ما اجانا كميه اتصالات بعد حلقه الجمعه، ناس تسالني انه خلص على السوشيال ميديا ما بقى بنعتمد ستاتيك بوست، بنروح بس فيديو. ناس تقول لي انه للبي تو بي بزنس انه ما بقى بنعمل بروشير، بنعمل بس دوكيومنتري، وللاونلاين بزنس للاونلاين ليرنينج هل نحن لازم نعتمد الفيديو؟ فاخترنا انا ونضال بما انه هو الاكسبرت والمخرج العظيم انه نكفي هالحلقه نحكي عن الفيديو. وبدايه رح بلش ببارت السوشيال ميديا. اوكي. كثير مهم بعالمنا هلا يكون في فيديو. نعم. ليه؟ لانه نحن وقت نشتغل على الفيديو بنشغل احاسيس الاشخاص، دائما الانسان بس يحضر فيديو بشغل حواسه، ان كان من نظر لسمع لاحساس. بس هذا الشيء ما بيغني انه نحن لازم يكون كل الكالندر فيديو، بصير ممل. لازم نختار كونتنت واحد يمكن مره او مرتين بالشهر يكون كثير قوي للعالم تقدر تتفاعل معه. بس كمان بذات الوقت لازم يكون في ستاتيك بوست انفورماتيف تيبس فاكت وافرز سم تايمز. سو ببارت الفيديو تنختار الكونتنت الصح، بفضل انا نضال يحكي بهيدا البارت على السوشيال ميديا قد ايه مدته وكيف التقنيه. صح. اللي بنشتغل عليها على السوشيال ميديا، لان مدته كثير بتاثر اوقات اذا تخطينا. صح. يمكن ما بعرف
ثواني ببطل ينشاف كثير تقنيا نضال. مبدئيا اول شيء قبل ما نحكي على قصه الوقت ضروري نوصل ل لقناعة انه نوضح للناس انه عادة بس نشغل الفيديو برودكشن بنكون عم نشتغل على نقطة ضعف المشاهد ونقطة قوة البرودكت. يعني بس نشتغل على نعرف شو هي نقطة ضعف المشاهد وشو هي نقطة قوة هيدا البرودكت او هيدا الكلاينت، هون رح نقدر نوصل المسج بطريقة صح. هون بينجح الفيديو 100%. اول ستيب هو انه نعمل هيدا الدراسة، بعد ما نقطع هيدا المرحلة بدنا نشوف كيف بدنا نقدر نوصل هيدا المسج بطريقة جذابة سهلة وسريعة. الناس اللي بتشوف مواقع التواصل الاجتماعي ما عندها وقت تحضر برودكتس او تحضر فيديوز طوال مثل الناس اللي بتقعد تحضر التلفزيون صح. مشان هيك الهدف الاساسي انه نقدر نوصل اقوى مسج ممكن باقل وقت ممكن وبطريقه تكون دايركت واضحه وفيها شعطه بطريقه معينه. مشان هيك اكثر من وسيله بنقدر نستعملها وحكينا عنهم بهديك الحلقه، منهم الكوميرشال اد، منهم الدوكيومنتريز، ريبورتس، انفوجرافيكس، وحتى الانيميشن. هول الاساليب اللي نحن بنوصل فيهم الرساله للمشاهد. طريق شغلتنا نكون عم نقدر نلاقي الحبكه الصح لنقدر نجذبه لهذا المشاهد بطريقة سريعة. حلو، كل فيديو بده كل هالاستراتيجية تكون متبعة. يعني مشان هيك ما بنقدر نعمل فيديو عشوائي ونحطه ونقول هيدا، يعني هون مهم كتير فيديو فإذا رح صور فيديو. It's a full study. يعني صح. We do a full study، بنعمل دراسة كاملة لنكون عم نقدر هيدا الشغل اللي عم بينشغل يكون دغري عارفين انه حيوصل للناس بافضل طريقه ممكنه. حلو، مشان هيك على السوشيال ميديا مش ضروري يكون في فيديو مؤثر مثل ما قال نضال. يعني انا ما في اتخيل كل البيج عم تفوت عليها كلها فيديوز، ما بتعرف تحسي في تفاعل او ما عم تحسي انه في فيديو عم يخطي كل احساسك حتى الفيديو. صح صح. سو هون هيدا الجواب الاول اللي كان عم ينسال، انه لا خلينا بالشهر نعتمد وان فيديو مثل ما حكى المخرج نضال يكون كتير قوي ياخذ ضجه، هو بياخذ الرهجه الكامله مثل ما بنقول. نعم. اما بالنسبه للبارت التور اللي هي البي تو بي بزنس، بالبي تو بي بزنس بنعرف انه السوشيال ميديا تبعهم بتكون كتير كوربريت، بيروحوا اكثر بروشور ايدنتيتي كامله مختلفه. ف الدوكيومنتري قد ايه مهم لهم؟ كثير مهم. ليه؟ لانه نحن بالبي تو بي بزنس عم نحكي لاشخاص اكثر الكلاينت تبعهم اتجاههم مختلف عن انه نحن الدي تو دي بزنس تبعنا. سو المعامل يمكن الشركات، يمكن تصنيع البرودكت، كل هدول التفاصيل ضروري بعالمنا هلا، لانه العالم تتاثر بفيديو مثل ما قال نضال، لازم يكون في دوكيومنتري فيديو. بس كمان هيدا ما بيغني عن البروشور. سو هدول تو اليمنت اساسيه يكونوا موجودين بعالمنا هلا. يمكن نضال رح يقول اكثر. يعني هل هو بيتبع كمان نفس شروط الفيديو؟ لا، بما انه الكونتنت تبعه هون بيكون مركز عليه اكثر. مع العصر هيدا صاروا الناس بدهم يشوفوا ليصدقوا، واذا ما بيشوفوا وبيصدقوا الشيء اللي عم بيشوفوه ما رح يعملوا ستيب. مزبوط، ما حيعملوا ستيب انه يروحوا يجيبوا هيدا البرودكت. مشان هيك وخاصه بعد الكوفيد 19 صاروا الناس بخافوا، بدهم يامنوا شروط، يكونوا مأكدين انه شروط السلامه موجوده، مأكدين مثلا اذا هايجين. الهايجين. مشان هيك الطريقة الدوكيومنتري هي انه متحسس المشاهد انه نحن هيدي الكاميرا الموجوده جوا عم بتصور لكم، عم بتصور الديلي ورك بقلب مثلا مصنع معين خاصه بالبي تو بي بزنس، وبنفس الوقت هيدي الكاميرا كانها موجوده بس مش موجوده، كانه هي عين المشاهد هو وقاعد ورا التليفون بالبيت عم بيحضر. سو مشان هيك شغلتنا انه نقدر نحسس هيدا الكلاينت ونحسس هيدا المشاهد انه هي عينه مش عين. كل شيء هو عم بيفكر فيه رح يشوفه مليار بالمئة ورح يصدقه لانه عم بيشوفه بالطريقه الصح. مليار كمان بالمئة. توقيت الدوكيومنتري بيلعب دور كثير، بيلعب دور لانه التوقيت اتس ايذر بنقي التوقيت الصح اللي بيقدر يجذب هيدا المشاهد ويخليه يقول ايه انا بدي اروح اشتري هالبرودكت او بدي زهقه. الناس اللي بتبلش تحضر شيء وبتزهق بتقلب، انا ما كسبتها. سو هدفي اني اقدر اكسبها من اول ثانيه عم تحضر فيه الدوكيومنتري لاخر ثانيه، وهيدي شغلتنا. والعناصر اللي هي بتاثر بالمشاهد ليبقى ويحضر هي الكونتنت، الماده اللي عم توصل له. كثير حبيت انك بلشت بالماده. اكيد، لانه الكونتنت اسكي،
يعني اذا بس كل شيء بالبزنس مليار بالمية. سو اول ستيب هي الكونتنت، بعدين الموسيقى كثير بتساعد، وثالثا الاخراج. يعني صح. الاخراج صورة. هو صوره بتجذب الصوره كثير، وبتخلي المشاهد يحلم مع الكلاينت بانه اف نحن وي ار اون ذا سيم بورد توجذر. سو كثير مهمين هو ثلاث عناصر ليقدروا يوصلوا الفكره باسرع طريقه ممكنه وباكثر طريقه فعاله. نعم. اكزامبل رح اعطي لحضرتك ماجي، وقت تكون عم تحكي عن حاله انسانيه بتلاحظي انه الموسيقى تبعها حزينه، اللي عم يحضر بيتاثر، فهيدا الشيء الاساسي بالفيديو. يعني انا اللي عم شوفه على السوشيال ميديا او على ويب سايت او على يوتيوب بدي يحس هيدا الشعور اللي انا حابه اوصله اياه، مشان هيك قال كونتنت ميوزك اخر شيء الدوكيومنتري بنشوفه خالص مخلص او الفيديو خالص مخلص. سو هدول كثير اشياء اساسيه لازم الشركات هلا تكون عم تعتمدها، ما فينا بقى نكون عم نعتمد بعضنا الاشياء القديمه اللي بعدها اللي هي الروتين العادي. صحيح. لا تطورنا نحن. نعم. رانيا حكينا انا وياك عن موضوع الاي ليرنينج اذا بتتذكري. صح. يعني حتى من اسبوع بالضبط، وحكينا كمان عن اهميه الفيديو. صح. يعني وقديش يمكن مع صعوبه الاونلاين وصعوبه التعلم عن بعد قديه الفيديو كمان اثر. صح. صح. يعني هيدا الشيء اللي حكيته فيه بوقته واهميته يمكن برايكم رح يتطور اكثر واكثر اذا نحن مقبلين على فتره ما بعرف كوفيد 19 اكيد حنضل كل شيء نعمله عن بعد. لك شغله برهنت الدراسات انه الاونلاين ليرنينج عم بخلي الولد يستوعب او التلميذ او الطالب الجامعي 40 ل 60% زياده عن العاده التقليديه. ليه؟ لانه خلينا نكون صريحين، اي حدا بيتعلق من كان ولد او كبير بشيء عم بشوفه فيديو بيحفظه اكثر، اذا شاف اشي عم تتحرك قباله يمكن في انفوجرافيك بقلبه، غير ما تكوني انت عم تحكي ستاتيك درس يعني مقطعين لك وورد دوكيمنت عم بيشرحوه، بتحسي انه خلص. ما كمان الاونلاين بتوصل لمحل بيزهق الولد. ليه؟ لانه بتحس انه اول شيء الانفيرونمون ببيت، اونلاين كونكشن اوقات بتكون صعبه، فالفيديو بخليه يكون عم يتفاعل اكثر، عم يدرس بطريقه احلى ومبسوط اكثر، وهذا الشيء مطلوب هلا الله رد اذا رجعت المدارس كمان على والجامعات انه يكون في تدخيل للفيديو. ليه؟ لانه الدراسات برهنت انه الولد او التلميذ عم بيشغل حواسه كلها، عم يستوعب اكثر، عم يحفظ اسرع. فليش نحن هلا بعالم ال 2020 ما بنكون مثل البلاد برا بدخلوا هالفيديو اليمنتس على المدارس بالاونلاين ليرنينج؟ فمطلوب من كل المدارس اللي عم تشتغل والجامعات على الاونلاين ليرنينج تحسن البلاتفورم تبعها وتدخل الفيديو. الولد نحن بدنا نكسبه، ما بدنا نروح السنه الدراسيه. سو اذا فينا نشوف سوا مع الكنترول في فيديو للالمس نحن بنعمله، رح فرجيكم اكزامبل كيف نحن استعملنا التصوير تبع ماهر مزهر اللي هو الخبير مع الانفوجرافيك كيف صاروا يقطعوا تيفرجوا شرح اكثر للاشخاص ويحفظوه اكثر. فينا نشوفه سوا؟ اذا طلعنا اليوم للعالم وشو ممكن يصير بالأيام القادمة؟ منشوف أنه بحسب التقارير العالمية متوقع أنه يتم الاستغناء عن أكثر من 100 مليون موظف بالعالم بالأشهر القادمة. بأمريكا بس متوقع أنه أكثر من 20 مليون شخص يخسروا وظائفهم. عم نحكي بالأسابيع القادمة مش آخر السنة. هالقرار أخذ عالمياً بسبب أزمات الاقتصادية إضافة إلى التطور يلي صار بالتكنولوجيا والتغيير الجذري يلي صار باستراتيجيات المؤسسات والدول. أكيد شفنا مختصر وشي ملخص كتير، بس هذا لازم يتاخد أكيد بعين الاعتبار مثل ما عم نقول لأنه هيدا هو المستقبل. بتحب تقول شي يا نزار؟ بس بدي أقول تعقيبا على هذا الفيديو أنه 20 صفحة عم بقراها بكتاب بقدر اوصلها للناس بعشر ثواني بفيديو مع انفو جرافيك مع 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 شخص عم بيحكي وعم بيوصل مسج معين. سو هذا الشيء كمان بيساعد التلاميذ يكونوا عم بيحصلوا على اكبر عدد ممكن من المعلومات باقل وقت ممكن. سو اكيد نحن عم نقول القراءه كثير مهمه، بس بنفس الوقت هلا بعصر السرعه لازم تكون كل شيء موجود معنا، كل العناصر سريعه مليار. اهلا وسهلا فيكم المخرج نضال بكسيني، رانيا حايك اهلا وسهلا فيك من ايليد، حضرتك مديره قسم الاعلانات. عم بستمتع دائما بهالفكره صراحه، بتعلم منها كثير. نحن رح بنتابع، عم بيقولوا لي بالكونترو
مباشر لاعتصام لأهالي طلاب، ما عرفت وين بأي منطقة، بكل الأحوال بنتقل مباشرة لهنيك. على الـ15-15 إذا أمكن بدنا ورشة قوية وجدية من كل المسؤولين، ونحن أكيدين أنه كل مسؤول عنده إنسانية وضمير وجدانية وعنده أيادي بيضاء بمحل، فنحن نطلب هاي الأيادي البيضاء توقع على هيدا المشروع، ونحن لكم من الشاكرين. يعني بس حتى الناس يفهموا اكثر، انتم ما عم تقدروا تحولوا لاولادكم مصاري، بس عفوا في تعميم صادر عن مصرف لبنان ضمن مصرفين انه يامنوا 2500 دولار للاقساط الجامعيه و1000 دولار للسكن على سعر 3900. هل عم تقدروا تحصلوا على هذا الامر؟ نحن اكيد دورنا قرابطه، عملنا جوله اولا عند الاستاذ الحاج محمود حلاوي ولعند عامة الصرافين من فئه الف، تبين لدينا انه في انصرف اموال ولكن لم تصل الى الاهالي نهائيا، وهي باسم حاكم مصرف لبنان وباسم وكاخبار للقضاء الذي نثق به على ان يفتح في اتجاه هذا الموضوع، لانه الاهالي هي مجمع الاهالي، لم يصل قرش واحد الى الاهالي بكل مراجعاتهم القانونيه. لحظه واحده، ما زال طلاب حتى الان مكسور عليهم الفصل الثاني وما قدروا دفعوه. ارتفاع الدولار سبب لنا وجع والم غير مسبوق، ونحن نحن بلبنان عم يدعموا المازوت وعم يدعموا السكر وعم يدعموا الطحين بحجة والتجار والتجار وعم يعطوا للمواطن 200 دولار لإزلاله على الوقف الصراف. منروح للصراف الفئة الأولى بيقول ما بيحق لكم تقدموا طلب بعد يومين بترجعوا، منروح لعنده بيقول ما بيطلع لكم 800 دولار. نحن قصت أولادنا منهم 4000 منهم 3700، عندي واحد بفرنسا 17000 يورو. نعم انا موظف، بيكفي لهنزل يعني، هودي النواب هني مسؤولين، السياسيين مسؤولين، مصرف لبنان مسؤول، الصرافين مسؤولين، نحن مش حنسكت عنهم، نحن حنحاسبهم كمان، نحن حنرد عليهم كمان، نحن اما بيعملوا لنا دولار طلابي واما حنحاسبهم نحن، ما بقى في مجال يفرجوا لنا عن وصياتنا بالدولار، سرقوا لنا اياه. إذا هيدي كانت صرخة أهالي طلاب مثل صرخات كل أهالينا وصرخاتنا كلنا بأكثر من مجال، ما بعرف قديش رح يضل هالصوت يودي كل ما صرخنا صرخة وحملنا مسؤولية، وما بعرف إذا هالمسؤولين عم يسمعوا أو إذا في حلول كتيرة. بدي اعتذر من ضيفنا صديق جان دكاش لانه اضطرينا نطلع مرتين لايف وما بدي انه نحكي معه بس 3-4 دقائق، هذا هو الوقت المتبقي لنا. بدي اعتذر منك جان، واكيد بنلتقى بالاسبوع المقبل الى حديث شيق. طبعا بنتقل بهالوقت المتبقي ترجع اذكركم بمعاناه محمد بفقره كلنا لبعض. محمد وليلى يلي وجهوا نداء لحتى نوقف حدهم وحد ابنهم الصغير يلي معاناتهم مثل ما برجع بقول دايما وبكرر بتشبه معاناة الكتار من العائلات اللبنانية، لكن اليوم دور محمد لحتى نوقف حده. ورقم التليفون بذكركم عم بتشوفوا على الشاشة هو رقم محمد مباشرة. اسمي أحمد محمد بشير، أنا عامل عمليتين بجسمي، كلوتي وطحالي بحادث السيارة شالوا لي إياهم، وما في عندي مناعة بالمرة بجسمي، يعني مناعتي صفر تقريبا. يعني أنا إذا بتطلع قبل هالوضع اللي صار قصة كورونا، إذا بتطلع عندي كانوا إجي لازم أحط كمامة. أنا اسمي ليلى أبو خضر، صار معي حادث سيارة أنا وصبية رحت فيها أجري، لما رحت أجري على الزعل وعلى الهم صار عندي سكري وما بقدر لا أمشي وما بقدر أعمل ولا شيء بالحياة أبدا. أنا ما بشتغل شيء لأنه الحكيم منعني عن الشغل، ومزبطين وضعنا أنه في ناس بيساعدونا. أنا في عندي إبرة مناعة نزلت أول مرة عملتها، بس دكتورة شفقت علي ما أخذت مني، فهلأ كان لازم أعملها من شهر،
وفي عندي دواء كوليسترول كمان، هاي وصف لي اياه الحكيم، كمان اخذته اول مره وما عادش اقدر اجيبه، ما عادش اخذته، ضلت 3 اشهر مرتي ما اخذت الادويه لانه ما عم بقدر اعمل لها اياهم. انا ابني عمره 5 سنين ونص، يعني اوقات بقول لي جاي على بالي روح على الملاهي، بقول له يا بابا هلا وضعي مش زياده، انا اوقات في محل ببيع لعب برا على الطريق العام، كون رايح انا وياه بس على مشوار، بقول له بابا جيب لي بسكليت، بقول له والله يا بابا مش قادر هلا، كان نيتي بابا بيطلب حليب، ماما انا نشتري له كيس حليب، كل يوم بقول لي بدي كبه حليب، ماما هي مصاري جيب له كيس حليب لحتى يشربوا اياه للحليب. وضعنا كثير سيء نحن الحمد لله. الحمد لله. يعني عن جد شكرا غير الله ما زال صدقيني فقر التأثير وش حال عتمني بعد ما في كل شيء بحاجة للبيت. مرتي بتقعد أوقات بتغسل ساعتين على إيدها. لا عنا غسالة، لا عنا غاز، لا عنا قنينة غاز. هي أوقات بولع هون وإيدي وبطبخ عليهم. بجمع حبة من هون حبة من هون وبولعهم، بطبخ هون برا. غرفة نوم عم نيم ابني، ابني على طول عم بيقول لي بابا رقبتي وظهري عم يوجعوني، بضلوا يوجعوا رقبتي وظهري، عم نايموا على حجار لابني. ورجائي من كل انسان انه يشفق في بقلبه شفقه ورحمه، يساعدني ويطلع فيي، وحلم حياتي اني ارجع امشي. يعني انا بطلب من كل واحد مش كرمالي ولا كرمال مرتي، كرمال هيدا الطفل الصغير بس. بس بيقدر يساعده بس ابني يساعده. بيساعدوني لإلي. صبي عمره 5 سنين ونص بدل يقول لي يا بابا أنا جاي على بالي بس يكون عندي بسكليت تلعب علي. بدي أشكر كل الناس اللي عم تتفاعل مع محمد، عم تتصل على الجديد وتسأل إذا الرقم الموجود على الشاشة هو رقمه المباشر. نعم هذا رقم محمد، إذا حابين تتواصلوا معه وتعرفوا أكثر عن حالته وتساندوه طبعا بمحبتكم معنويا وماديا. بنتقل لزميل شادي وللصحف وموجز الأخبار أول شيء وبعدين الصحف. شادي ما هيك؟ 100% ماجي، أكيد رح نبلش مع موجز الأخبار، آخر التطورات يلي استجدت لحد هلأ من الصبح لحد هلأ بلبنان وأيضا بالعالم، وبعد جولة على الصحف. تفضل.